بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله ميعادنا مع اللقاء رقم 32 من المحاضرات عموما، ولقاء رقم 12 في الايه؟ في الجزء الثاني من برنامج خارطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. واحنا زي ما قلنا بنقصد مدير مشروع دولي يعني انك ممكن تدير مشروع في اي حته في العالم. تدير مشروع في مصر، في اي حته في الدنيا، لكن مشروع بتديره بشكل علمي. ما فيش حاجه اسمها اداره مشروع تفشل. مش حاجه ما دام في اداره في المشروع، المشروع لا يمكن يفشل. لان مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها اداره فاشله. لا، كلمه اداره دي بتقع على حاجات كتير قوي، احدها ان اداره المشروع. لكن مفيش حاجه اسمها اداره مشروع تفشل. في حاجه اسمها مدير المشروع يفشل، مش مدير المشروع حتى لو هو مدير المشروع ما يفشلش. هو مدير المشروع حقيقي وعنده خبره ودارس اداره علميه، ده كل هذا الكلام. مفيش حاجه اسمها فشل، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها واحد بيدعي ان هو مدير مشروع وهيطبق مبادئ اداره المشروعات ويفشل. ده الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش موجود. والنهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم في حاجه منتهى البساطه، وهتعرفوا ان هي سلسه جدا، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي تعقيدات، ما فيهاش اي كلام مش بعيد عن اللوجيك. يعني هنتكلم الفطره العاديه بتاعت اداره المشروع. يعني مش هتلاقوا حاجه مختلفه، مش هنتكلم بالكلام الكبير قوي بالامبلمنتيشن بقى، بالتوتال كواليتي مانجمنت وبالسيجما وباللين وبالاجايل. لا، انا هتكلم على ايه؟ يعني ايه تطبيق اداره في المشروع؟ بمنتهى البساطه، مش هنخش في اي حاجه يعني ايه تبدو غير معروفه لاي حد. يعني هتلاقي كل الناس اللي يعني ايه اللي اشتغلوا في مشروعات هيعرفوها. وبرضه اللي يدخل مشروع ويلاقي ان الحاجات اللي بنقول عليها دي مش موجوده، يعرف ان ما فيش اداره في المشروع. يعني في ناس في المشروع بتقول احنا بندير، لكن هي ما بتديرش. ناس بتشتغل افضل لكن ما بتديرش. طيب، موضوعنا النهارده بسيط جدا وسهل جدا، وهتلاقينا كلنا ماشيين فيه بسهوله وبسلاسه. وبرضه في الاخر ان شاء الله هيكون في فرصه يعني ان احنا ايه برضه يبقى في اي تساؤلات او اي حاجه. اول حاجه هو عنوان التايتل بتاع الموضوع بتقول ايه؟ Implementation of Project Management. يعني ايه؟ تطبيق اداره المشروعات. احنا عارفين يعني ايه اداره الاول؟ احنا قلنا الاداره تطبيق الفور فانكشنز اوف مانجمنت، بلاننج اورجنايزنج ليج وكنترول، اللي هم ايه؟ تخطيط، بلاننج اورجنايزنج اللي هو اللي هو يعني التخطيط الاول، وبعدين ايه؟ التنظيم اللي هو بقسم بقى اللي انا على الناس. بلاننج اورجنايزنج اورجنايزيشن، بحط فيه الناس كل واحد في شيء. بعدين الليدنج، القياده بتاعت الكلام ده كله، اللي هو اللي بيقوم بيه ايه؟ مدير المشروع. الناس تقول لك مدير المشروع ده مش عارف، مدير المشروع المفروض انه ما بيشتغلش. ابسط انواع كلمه اداره او تعريف الاداره اللي هو ايه؟ الحصول على نتائج بسيطه في الاخرين. يعني مدير المشروع ده ما بيشتغلش بايده. مدير المشروع ده بيشغل تيم. انا وصل معايا في مشروع المشاريع، يعني كان التيم اللي معايا هنا في مصر حوالي 170 واحد، مشروع داخل مصر كان في 170 واحد، وكان من اجمل المشروعات اللي انا عاملها وكان زي الفل. خلاص؟ فمدير المشروع يعني خلينا نتكلم بس في اللي هي الفور فانكشنز، بلاننج اورجانيزنج وليد والكنترول بقى اللي هو ايه؟ الرقابه بتاعت ايه الكلام بيكون او الاخر. اللي ما يعملش الاربع حاجات دول ما يقولش ان هو بيعمل اداره. اللي يخش مشروع ما يلاقيش فيه بلاننج، وفي مش بلاننج يعني بلاننج يعني برنامج زمني وخلاص وحاجه متعلقه على الحلقه، بلاننج حقيقي متخطط. هيتخطط هيخلص كل يوم ايه؟ امتى؟ وازاي؟ وبكام؟ والريسورس قد ايه المطلوبه؟ ده اللي اسمه تخطيط. يعني كل حاجه انت عارف مخطط، عارف مخطط وسط ناس المتخصصين يعني مديرين المشروع. يعني الناس تقول لك ايه؟ ودي بسمعها كتير للاسف، انا ماليش دعوه. يعني مدير المشروع يقول انا بعمله، هو المسؤول بقى عن المشروع.
هذا الكلام بكلام خاطئ 100%، ما يطلعش من واحد يشتغل في إدارة مشروعات. الناس كلها مسؤولة عن إدارة المشروع، التيم نفسه كله مسؤول عن إدارة المشروع، لكن المسؤولية الأساسية قدام العميل وقدام أي حد بره مين؟ مدير المشروع. عشان كده مفيش حاجة اسمها إدارة فاشلة، في حاجة اسمها ناس بتدعي إن هي بتدير وهي إيه؟ ما بتديرش. النهاردة قلنا الفور فانكشن أوف مانجمنت اللي هم إيه؟ الأربع فانكشن أوف مانجمنت. لو دخلت أي حتة أي مؤسسة أي حاجة ما لقيتش الفور فانكشنز دول، تعرف الحتة دي ما فيهاش إدارة. لو دخلت أي بلد وصلنا لإيه؟ ما فيهاش الأربع حاجات دول، يبقى أنت يبقى البلد دي ما فيهاش إدارة. خلاص؟ لو دخلت أي حتة محل عادي بقال ما فيهوش الأربع حاجات دول، تعرف الحتة دي الحتة ما فيهاش إدارة ولا تبقى ولا لازم تفشل. طيب هو ويل امبلمنت ذا بروجكت، مين أول نقطة هنتكلم دي الأجندة بتاعت النهاردة؟ مين اللي هينفذ المشروع؟ المشروع ده جزء حاجه من يعني في مؤسسه او تنظيم او الى اخره. البروجكت ده ايه؟ موضوع مؤقت له بدايه وله نهايه وبيطلع نتيجه عشان مين؟ عشان المؤسسه صاحبتها او الى اخره. يعني هو امبلمنت ذا بروجكت، هنتكلم بقى على الثلاث ايه؟ الثلاثه ليفلز بتاعت اللي نفذوا المشروع. طيب السلكشن اوف ذا بروجكت مانج بيرسونال، احنا بنختار الاشخاص اللي هيعملوا ايه؟ اللي هيديروا المشروع ده. طب هنختارهم ازاي؟ افضل انواع المشروعات وافضل انواع الاختيارات ان لازم اول واحد يتم اختياره مدير المشروع، لازم يبقى واحد وده اساس نجاح اداره المشروع، ده اساس نجاح المشروع ان تختار مدير مشروع صح من الاول. من الاول بمعنى ايه؟ واحد ادار مشروعات قبل كده، واحد محترف عارف هو بيدير مشروع، مش معاه مثلا 15000 شهاده و20000 مش عارف شاهد، لا ادار مشروعات وفاهم يعني ايه اداره مشروعات، وفي انديكيتورز لكل حاجه، وفي ميثودولوجي لان انا اقيم اي واحد مش يدير مشروع بس. خلاص السلكشن بتاع بروجكت مانجمنت، يبقى مدير المشروع لازم يكون موجود. خلاص ودي عن تجارب برضه، لما انا ما امسك في مشروع بعمل ايه؟ الاتش ار معايا وانا مدير المشروع بجمعاه، احنا اللي بنختار مع بعض الطقم بتاع مدير المشروع. عندي الهيكل التنظيم اللي انا عايزه، عايز الاول مثلا التكنيكال اوفيس، عارف كويس قوي كم واحد عشان في التكنيكال اوفيس، انا كمدير المشروع عارف الهيكل التنظيم بتاعي انا عامله وعارف انا عايز ايه وهبتدي بمين وكل واحد ايه، وحاطط الريسورسز على التايم بتاع المشروع، الديوريشن بتاع المشروع، عارف كويس قوي انا عايز ايه في الاول، بعد شهر عاوز ايه، الثاني عامل ايه، وانا اكون عامل الكلام ده كله كمدير مشروع قبل البلانر ما يبقى جنبي، انا بعمله بايدي. عشان كده لو تلاحظوا احنا اما جينا نشتغل في مجال نتكلم مع بعض، احنا عملنا رحله وحسبنا لها التايم بتاعها والباث بتاعها والجوز بتاعتها بالايد. ليه؟ انت كمدير مشروع انا مش بقول لك اعمل الديتيلز بتاعتك، ما تخش بقى تقول انا هعمل مثلا العمدان كذا والارض كذا، لا انت هتعمل ال 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 الهيكل العام بتاع مشروعك 30 40 50 اكتيفيتي، بتعمل بريك داون عادي بريك داون كبير وبتقعد تحسبها بايدك، بتبقى عارف انت هتبتدي ازاي وهتعمل ايه وكده، ده مدير المشروع بقى اللي فاهم. فسلكشن اوف بروجكت مانجمنت بيرسونال، لازم مدير المشروع المتخصص القدير اللي عنده خبره واللي عنده نولج واللي عنده براكتس واللي عنده وكل يوم بيتعلم حاجه، ما حدش اشتغل ان هو ده خلاص بقى مدير المشروع اخذ 10 بطولات و15 سيرتيفيكيشن في اداره المشروعات واخذ. لا اشتغل بايده وعارف بيعمل ايه، بس لازم يبقى مدير المشروع ده اول حاجه. مدير المشروع ده بيعمل ايه بقى؟ باشمهندس طاهر، دي حاجة عاجلة يعني ولا ممكن نأجل السؤال للآخر؟ إذا حاجة عاجلة أنا ما عنديش مشكلة، نخلي هل في حاجة عاجلة على الكلام اللي بنقوله؟ خلينا بس نكمل وبعدين أنا ما عنديش مشكلة نفتح في السكة، ما عنديش مشكلة خالص. طيب يبقى اختيار المدير البروجكت مانجر بيرسونال، مدير المشروع مع الاتش ار مع أي حد تاني، مع حتى ممكن واحد تكنيكال. يعني انا كمهندس انشائي انا اختار الانشائي بفهمه عارفه كويس قوي، لو انا بختار معايا ناس مثلا في الكيو اي كيو سي، من فضل الله انا كيو اي كيو سي بره من فضل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله اشتغلت في حاجات كلها بايديا، عشان كده بفضل انا اقدر اختار كل الطقم بتاع المشروع لغايه الدوكمنت كنترولر لغايه كل النعم بفضل الله سبحانه. بس دي عايزه خبره طويله يعني، عايزه 30 40 سنه شغل. انما في الاول لا، انا ممكن بتاع الاتش ار يكون معايا عشان يختار لي الناس بتوع الادمنستريشن، او بتاع المخازن يبقى معايا عشان يختار حتى المخازن دي اذا ما خدتوش حتى من جوه المخزن. واهم حاجه في السلكشن بتاع بروجكت مانجمنت، بقول الكلام ده قبل كده، لو انت كمدير المشروع يعني مثلا، انا اول ما اشتغلت مثلا بره مصر اشتغلت مثلا في عمان، وبعدين اشتغلت في قطر، لما رحت مثلا الامارات في دبي مثلا اخدت ناس كانت تشتغل معايا قبل كده في عمان وفي قطر. لما رحت دبي اخدت ناس من هنا ومن هنا ومن الناس اللي اشتغل معاك قبل كده، وتقدر تبتدي بيهم المشروع اذا كان مثلا معاك. من اهم الحاجات الموجوده لو عندك سكرتري كويس، لو عندك دوكمنت كنترولر كويس خدهم معاك من الاول خالص. انت عندك ناس بتوع تكنيكال اوفيس، عندك بلانرز يعني في الحاجات اللي هي الاساسيه قوي اللي بتبتدي المشروع معاك. لو انت عندك ناس بتشتغلوا معاك وعرفت تصطادهم، انا كنت بصطاد الناس اللي اشتغلوا معايا قبل كده ونجحنا مع بعض. ما بقولش انا نجحت، محدش بينجح من نفسه، خلي بالك. انا كمدير مشروع اختيار الناس واداره اليوم هي اللي بتنجح. خلاص طيب، بس الاكشن بتاع بتاع اعضاء الفريق بتاع المشروع، هو مدير المشروع الاول بيختاروا مين بقى اللي هم التوب مانجمنت. لازم يختاروه بعنايه، مش عشان قري ولا ابن اختي ولا ابن خالتي ولا ابن عمتي ولا مش عارف ابن الوزير ولا ابن الغفير ولا ابن فلان، مش حاجه اسمها كده. مدير المشروع مثلا، مدير شركه، مدير اي حاجه، اختار هو الكوف. هو بقى لازم يستلم في الخير. انا لو عايز انجح، مش عايز انجح بقى انت احنا حرين، نختار بقى اهل الثقه ولا نختار باي طريقه ثانيه، بس ما نزعلش في الاخر، ما نقولش الاداره كانت بايظه. مش حاجه اسمها اداره بايظه او اداره خسرانه، لا، في حاجه اسمها انا اخترت واحد غلط. طيب النقطه الثالثه، بروس بيرسونال سيلكشن تشيك ليست. في تشيك ليست بسيطة جدا 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 هنستعرضها هنا، ودي برضو دي 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 دي, دي كل الكلام ده كله ده 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 دي تجارب، دي تجارب محطوطة يعني. أنا عامل الكلام ده من مدة كبيرة يعني، وتشيكينج وبنتابع وبنجدد يعني. يعني احنا مش بنخترع ولا أنا بألف حاجة، أنا باخد من الخبرة اللي هي اللي قابلتنا في ال 50 55 سنة اللي فاتوا، بالإضافة للي بنقراه بنطلع لغايه النهارده، بنقعد نذاكر ونبص ونتابع وايه اللي حصل، بنتعلم من اولادنا وبنتعلم من احفادنا. خلي بالكم، هو حد يعتقد ان هو بقى الافندي اللي هو اللي فاهم كل حاجه ويعرف كل حاجه، اللي هيحط دماغه ان هو بقى كده، انسى ان هو هيكمل وهيعرف وهيمشي في حياته. البروجكت بيرسونال سيلكشن تشيك ليست كشف واحد بس يبالك عليه. وبرضو انا اصلا هشتغل دلوقتي لما اكلمكم، انا كان عندي برضو هقدر اطلعه لكم ان شاء الله الاقيه باذن الله تعالى. كان جالي عندي كشف، مش فاكر، كان جالي في فتره وانا في اخر مره كنت في السعوديه، كان ده بينكم بقاله 10 سنين ولا حاجه، في سيلكشن اوف اني بيرسونال، اني بيرسونال سواء في شركه او في بروجكت او في وزاره او اي حاجه خالص، كل حاجه، كل بما فيها كل الاي تي، كل حاجه يعني، نوع من الايه، ليست شديده جدا. وانا نفسي بلغتهم حتى ايام كان بقاله 10 سنين اكثر كمان 10 سنين. قلت لهم استاذ يا اخوانا خلي بالكم، احنا داخلين رقميه برق تدخل، فحضروا نفسكم لكده. طبعا اللي بيسمع بقى بيسمع ولا ما بيسمعش هو صاحب الشارع. هندخل بقى كده على فين؟ كومبريهنسيف بروجكت ريفيو. هنتكلم على ايه؟ الارياز، السبع ارياز اللي احنا لازم نطبقهم على البروجكت من اول ما بنستلم لغايه ما نسلمه. ببساطه شديده، واللي يدخل اي مشروع ما يلاقيش الحاجات دي فيه ما يقولش الاداره بايظه، لا، يقول اللي ماسك الاداره اللي الناس دولت ما فيش حاجه اسمها ماسك، ما فيش حاجه اسمها مدير وحش. مدير وحش هو مش عارف الاداره، بيدعي ان هو مدير. انا مدير ده بمواصفات. عايزين ترجعوا الكلام ده، ارجعوا لاول لقاء عملناه، اول وثاني لقاء، هتلاقوه موجود على اليوتيوب، ومحطوط فيه البي ام بي، ومحطوط عليه البرنسبل، ومحطوط عليه الاي بي ام اي، ومحطوط عليها الكي بيرفورمانس انديكيتورز او الكمبيوتر بيرفورمانس انديكيتورز لاي مدير مشروع او مدير بروجرام او مدير بورتفوليو. موجود هنا بتكلم عليه كومبرهنسيف بروجكت ريفيو.
7 areas project review. معلش انا يمكن النهارده متحمس شويه لان مناقشات كثيره جدا شفتها انا اليومين دول على الفيسبوك، وناس عماله بقى زعلانه قوي، يعني لو قابلك مش عارف ايه اقول لهم يا اخوانا ده مش اداره مشروعات، مفيش حاجه اسمها اداره مشروعات بالشكل ده، تحصل ايه لو شفت ايه لو عملت، مفيش حاجه اسمها كده، يا في اداره يا مفيش اداره. ما تقوليش في اداره بس مفيش بلاننج، ما ينفعش، لو ما فيش بلاننج يبقى ما عندكش اداره من الاول. الاداره دي النجاح في تنفيذ الخطه اللي انت عاملها، والخطه دي بتعني مش خطه تايم، لا ده خطه كل حاجه، تايم وريسورسز وميثودولوجيز كل حاجه. انت تعمل بلاننج صح، وخد ما البلاننج بتاعك ويبقى صح، والبلاننج ده قايم على ايه؟ على الناس اللي انت اخترتهم في الاول خالص. اخترت واحد بلانر صح وعنده خبره صح، ولا اخترت ابن اختي ولا ابن خالتي ولا ابن عمي ولا ابن المدير اللي هيشغلني؟ لا، انا اختار، ما اختار الطقم بتاعي لا انظر الا لاطار واحد، الناس اللي هتنجحني مشروعي، ويا ريت يكون ناس اشتغل معاك قبل كده ونجحت معاهم او نجحت فيهم، يا ريت انترناشونالي. انا بذكرها، وده من اجمل المهندسين واحسن المهندسين البلانرز اللي بيكون في حياتي، اشتغل معايا في قطر، وانا نزلت خدته من مصر، وكان معايا واحد مهندس ثاني بس هو اللي كمل معايا. ما سبت الشركه ورحت بعد كده رحت دبي وقلت لهم فلان الفلاني كلموه لقوه في مصر، صحوه من النوم الصبح، المهندس حسين القاضي عايزك في دبي، عايز كام؟ عايز كام؟ مش قالوا له انت ايه ولا اختبار ده، عايز كام؟ كذا، طبعا طلب اللي هو عايزه، وجا بعديها باسبوع كان عندي. فلازم انت تعتاد، وبعدين خلي بالنا برضو، انا ما اعرفش الكلام ده نظامه ايه دلوقتي، طبعا الناس كترت قوي، انا الناس اللي قابلتها في مصر يعني في شركات هنا مثلا شركات دوليه يعني ديلينجهام اي بي بي سوزا، كانوا ثلاث شركات مع بعض في مطار جنرال كليسي انا كنت بشتغل فيه. المهندسين اللي قابلتهم فيه اكاد اكون قابلتهم في 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 في, في كل دول الخليج، كل واحد فيه، وكل واحد الاقي واحد بيتعلق في رقبتي في البتاع ده، انا فلان وبقيت دلوقتي كذا 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 كذا. شباب ما شاء الله كانوا معانا مثلا هنا في شرم الشيخ، كان مع بيكتل، وكانت مع يعني وهكذا، برضه بنفس القصه، شفتهم مديرين مشاريع، وعلى فكره شفتهم مديرين مشاريع مش عايز اقول يعني، والله انا شفتهم بيديروا مشروع احسن من انا بديره، وفرحت بيهم فرحه الدنيا ونهار الاخر. خلاص؟ طيب السفن ايريز بروجكت، معلش انا بطول في الكلام ده كله، انا بكلمكم من قلبي وبكلمكم من واقع، انا مش عايز حد يقول دي ده 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 مفيش فايده، ده مفيش اداره، لا في اداره، لو انت عايز يبقى في اداره، لو انت في توب اوف ذا سيستم، مش يجيبك ان انت عشان تبقى منظر انك عندي مشروع منظر ويبوظ الدنيا ك ك ك ك اللي بيسموهم توب مانجمنت، او اي حد عايزك يحطك مدير مشروع عشان يبوظ المشروع عشان ياخد وراه او يعمل او يسوي، وفي الاخر مدير المشروع الفشل، حاجه زي كده ما قلتلكش اقطع رزقك، بس من اول يوم وانت عارف انت داخل لانك محتاج، في ظروف بتحصل معانا كلنا، انما وانت قاعد بتدور كل يوم او بتلاقي فرصه ثانيه ما تستناش لحظه واحده في حته هتسبب لك في الاخر انك انت فشلت. السفن ايريز بروجكت ريفيو هنتكلم عليهم، السفن ايريز بقى اللي هم ان ديتيل اللي هنبص عليهم، وبعد كده هن ايه هن في في ايه هن هناخد الاسئله بتاعتنا. الموضوع مش طويل، ده من اقصر البرزنتيشنز، بس هو رجائي نركز فيه قوي، واللي من اللي يدخل ما يلاقيش هذا الكلام في المكان اللي هو داخله مزنوق ومضطر انه يشتغل اشتغل، بس من اول يوم دور على حته ثانيه، لان الكلام اللي ما فيهوش هذا الكلام يعني ابسط حاجه واقل حاجه. متفقين؟ احنا لما كنا احنا اتكلمنا الاول لما كنا بنتكلم على في الكلام بتاعنا كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الكاركترستيك بتاع مدير المشروع. قلنا كلام موجود على اليوتيوب شاهد علينا. ما بنتكلم عن مدير المشروع الاول والكاركترستيك بتاعته مواصفاته ايه؟ بيشتغل ايه؟ وكنا بنتكلم زي ما بنقول 70% من الوقت في الكوميونيكيشن، لا دلوقتي بقى 80% كوميونيكيشن، يعني مدير المشروع شغله اتصالات. خلاص؟ انما لازم يبقى فاهم كل حاجه تحتيها. وانا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله سبحانه وتعالى، واحد من اولادي من فضل الله سبحانه وتعالى دلوقتي ما شاء الله دكتور كبير ومدير منطقه كبيره في الخليج والى اخره، ساعه ما ترقى وبقى مدير
قلت له خلي بالك اوعى تسمح لحد تحت ايدك انه يعرف حاجه جديده في التكنولوجي او في العلوم او في اي حاجه في مجالك يعرف حاجه انت ما تعرفهاش. مش بتعرف، مش بقول لك خش تخصص فيها بالتفصيل، لا انت عارف، عارف الان والاوت بتاعته، عارف الداتا بتاعت ايه وتودي ايه وتعمل ايه واللوكيشن بتاعها في المانجمنت سيستم بتاعك. طيب انا اسف معلش سامحوني، بس انا يعني ايه يعني حاجات كثيره ما اتبسطتش منها خلال الاسبوعين اللي فاتوا. الناس بتتناقش في على الفيسبوك يعني متخبطين، وده يمكن انا كنت بجهز الحقيقه النهارده لحاجه ثانيه خالص. كنت بجهز النهارده ان انا اكمل ان نعمل الكواليتي مانيوال، عشان بس انا عايز اقفل موضوع الكواليتي لان احنا اخذناه وخدنا ايزو 9001 وده الاساسي بتاع الاداره، وكنت عايز اكمل ده النهارده، بس انا برضه لقيت نفسي ان انا يعني ايه عايز اعمل موضوع ده لان الموضوع بسيط وسهل، واللي ما يشوفش الكلام ده اي مكان داخله سواء شركه سواء مشروع سواء بروجرام سواء بورتفوليو، لو هو مزنوق ومضطر وعايز يشتغل عشان ياكل ولاده عشان يعيش يدخل، لكن في نفس الوقت يدور على شغل من اول ساعه مش من اول يوم. طيب Who will implement the project؟ مين اللي هينفذ المشروع؟ مين؟ طيب في 3 basic areas of levels will implement the project. عاده في 3 levels هيطبقوا المشروع ده. التوب مانجمنت دي القياده العليا، عشان بيبقى في هرم كده بنعمله مثلث كده بنحط ايه توب مانجمنت، دول هم الناس اللي فوق اللي هم ايه ده بنجيبهم بيضحكوا الكلام ده كله. طبعا ده كلام يعني ايه هو كلام حلو يعني، بس هو مش الواقع مش كده يعني. دي ناس بتاخد قرارات بالمليارات، وكل قرار منهم يطلع السماء ينزل الارض. وبعدين الميدل مانجمنت دي الناس اللي تبقى ايه المفحوطه بقى، اللي هي اللي ايه اللي بقول لك اللي هي المعصوره ما بين الضغط بتاع التوب مانجمنت وما بين البرودكشن مانجمنت اللي تحت الناس اللي بتشتغل. فدي الناس هنعرف هم مين دول بتعريف دول، دول هو في نص الهرم. البرودكشن مانجمنت اللي هم الناس اللي بتشتغل بايديها بقى. خلاص؟ طيب. التوب مانجمنت مش بقى بقول لك ده بقى التوب مانجمنت، هي نفس الصوره دي اي حته بتتحط في اي توب مانجمنت، الناس واقفين يعني بيضحكوا وقال لهم واحد بيبتسم يعني ابتسامه يعني ايه ثقيله شويه. طيب هو will implement the project the three basic areas of levels top management. top management دول مين بقى؟ اول ناس ليهم الاونرز اصحاب الحاجه اصحاب الشأن. الصوت ماشي كويس والدنيا ماشيه كويس حضرات؟ طيب الاونرز اللي هو المالك صاحب الفلوس صاحب الفكره صاحب الموضوع اللي عايز ينفذه. طيب بعدين مين بقى؟ هو المفروض الكونسلتنت قبل الكونتراكتورز، لكن زي بعضه هيتحط هنا انا يعني بقى لها مده محطوطه وانا ما كانش بالي لهم بكلمكم دلوقتي. المفروض الكونسلتنتس دول قبل الايه الكونتراكتورز، لان اي بروجكت تقول لما بتكلم لو في بروجكت فيزز لايه فيزيبيليتي فيزيبيليتي بعديها في ايه حد فاكر فيزيبيليتي فيزيبيليتي ديزاين بروكيورمنت كونستراكشن بروجكت كوميشننج and over project ايه close out سبعه ايه سبع phases. فالكونسلتنت موجود من قبل ما بنعمل يعني في بري فيزيبيلتي وفي يعني التوتال تايب اوف ستادز في الاول خالص. الاونرز وراء الكونسلتنت معلش اصلحها معاكم واوعيت وده بقى اصلحها برضه هنا. وبعدين الكونتراكتورز اللي هم دول المقاولين. الكونتراكتورز دول مين؟ المقاولين. في احيانا اما بيبقى مشروع كبير قوي قوي الكونتراكتورز بيبقى معاهم الاي سبلايرز، يعني ممكن السبلاينج دول بيبقوا مثلا انا ماسك عن مشروع كبير مثلا في مشروعات عملناها كنا بنجيب مثلا كان في مثلا 7-8 شيلرز وبنعمل بايبس بتاعت يعني بنعمل شبه محطه تكييف لاريا كامله في المكاتب يعني. فبتبقى السبلايرز لوحده بيجيب الحاجه والكونتراكتور بقى يبارك والكلام كله بيبقى موجود، لكن بيتحط يعني بتبقى فاليوز كبيره قوي لو انا حطيتها. ده نوع من الذكاء في تقسيم الشغل. يعني لو انا عندي مثلا حاجات تو بي سبلايد ميكانيكال ثابته سي مثلا مشروع مثلا ب 500 مليون عندي مثلا ب 200 مليون حاجات عايز اجيبها، ما احطش ال 200 مليون ده بقى من ضمن المشروع، اعمل ايه؟ اقسم السبلايرز لوحدهم ويبقى اعمل
الريكويست فور الار اف ريكويست فور 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 يعني ريكويست لان الموردين بتوع يعني كل واحد يقدم ايه او عشان ما اعليش قوي الفاليو بتاعتي، لان انا لما هخلي مقاول عام بعدين هو اللي يجيب الكلام ده كله يحط النسبه بتاعته وبعدين يحط نسبه وهكذا، هتلاقي ان الـ ان الـ ان النسب زادت عندك قوي. فاحيانا المشروعات الكبيره بيبقى الكونتراكتورز حاجه والسبلايرز حاجه ثانيه. طيب في بعد كده الكوربوريت هيدز. الكوربوريت هيدز اللي هم مين بقى؟ يعني هو الاونر طبعا بتبقى شركه ماشي، الشركه دي بتبقى في الهيدز بقى بتوع يعني، فعنده هو مثلا البيزنس اكوزيشن مثلا بيعملوا بيزنس اكوزيشن، بعدين في مثلا تكنيكال اوفيس، بعدين في مثلا الكيو اف سي، بعدين في كل الكوربوريت هيدز اللي هي الهيكل التنظيمي بتاع الاونر، او الاونر ده دلوقتي ممكن يبقى هو عنده مثلا بي ام او، في اونرز دي بي ام اوز، وانا يعني ماشي يعني هو يعني ماشي دي بي ام او ماشي، بس انا بفضل لو اونر شغال وعنده مدن وحاجات كده اول اخرها يعمل نفسه هو بي ام او عنده في الـ في الـ في الـ في, الـ في الشركه بتاعه، يعني يعمل يظبط المعاش بتاعه بحيث يبقى عنده على طول. فالكاربوريت هيدز دول اللي هم الفانكشنال هيدز بتاع شؤون ماليه، بتاع شؤون اداريه، بتاع الكي اف سي، بتاع المشتريات، بتاع البيزنس اكوزيشن اللي على بيزنس، التكنيكال اوفيس، كل مثلا اي الفيرست لاين بتاع الايه الهيكل التنظيمي بتاع الاونرز يعني اكسترا بقى اي حاجه ايه التوب مانجمنت. دول التوب مانجمنت هيبقى فيهم بقى بعد كده هيبقى بقى البنوك، المؤسسات الماليه، حاجات كثيره قوي ممكن تبان. هنا الثري بيزك ارياز اوف ليفل بقى اللي هم الميدل مانجمنت. الميدل مانجمنت دي في الكونتراكت مانجرز، في حاجه اسمها ايه مدير العقد. مدير العقد دي الحقيقه هو انا اللفظ ده انا بسمعه من سنه 89 او مره سنه 89 في عمان حقيقه يعني. كان في واحد هناك واحد هندي لا يقل سنه عن 70 75 سنه، ده الكونتراكت مانجر بتاع الوزاره. هذا الراجل انا ما فاكر شكله غير نار. انا كنت طبعا في الديبارتمنت، كنت ماسك الديبارتمنت بتاع التكنيكال ديبارتمنت، كنت ماسك مدير تطوير مدينه النزوه، كان ب 500 مليون ريال عماني، ده مبلغ كبير قوي. فالمهم هذا الكونتراكت مانجر لا يدخل اي خطاب من اي اكسترنال بارتي من اي حته من بره لجوه الديبارتمنت الا ما يعدي عليه هو الاول، ولازم هو اللي يعلق عليه، ولازم هو اللي يودي تاخده. ليه بقى؟ كونتاكت مانجر ده حافظ العقد بتاع المشروع، وعارف الامبليكيشنز بتاعت الكونتراكت، وعارف كل حاجه. اي كلمه تتحط بشكل او باخر في اي عقد لازم يتاخد باله منها. الناس كتير قوي بتدعي بقى المعرفه بكل حاجه، عشان كده برضه باذن الله تعالى باذن الله تعالى احنا اتكلمنا على الايزو 9000 اللي هو 9001 2015، ان شاء الله هنحط الفيدك 2015 برضه 2016 على ما اذكر الفيدك هنحطه برضه. ليه بقى اخر فيدك؟ عشان برضه انا عايز البروجكت مانجرز اللي موجودين يعرفوا يعني ايه الفيدك، يعني ايه الالمس بتاعته، يعني ايه العناصر بتاعته. خلاص هيبقى عنده كونتراكت مانجر، خلي بالكم انا مش بدي الكلام ده او بنشرح الكلام ده مع بعض عشان انت كمدير المشروع تشتغل كونتراكت مانجر، لا، عشان تبقى فاهم، عشان لما الكونتراكت مانجر يجي لك تبقى انت عارف، عشان انت تقرا الحاجه يبقى انت فاهم ايه الموضوع، عشان هو بيبقى متخصص اكتر ان ديب وعارف كل حاجه في الكونتراكتس، انما انت كمدير مشروع لازم تبقى عارف ايه الكونتراكت مانجر. خلاص البروجكت مانجر اللي هو البروجكت مانجر اللي هو الايه؟ التوب بتاع التيم بتاع البروجكت. وزي ما قلنا البروجكت ده ايه؟ ده تمبوري ده عباره البروجكت ده كيان بيتولد على ايدي وبيكبر جدا بيبقى شباب على ايدي وبيقل على ايدي وبيموت على ايدي، انا كبروجكت مانجر له بدايه له نهايه. يعني البروجكت ده temporary endeavor، يعني حاجه temporary، مفيش حاجه اسمها مشروع قاعد مدى الحياه،
غير مشروع الحياه نفسه. لو اخذت حياتي كمشروع ماشي يبقى دي مشروع، انما التمبرري ياخد اسبوع ياخد سنه ياخد اثنين ياخد ثلاثه ياخد 10، ما يبقى مشروع استراتيجي خاص بكيان معين بشركه معينه، شركات كبيره جدا في العالم ميزانيات اكبر من ميزانيات 10 دول مع بعض، دي عندها استراتيجيك مارجن امام اي حاجه ثانيه. يعني احنا نعرف استراتيجيك مارجن ونعرف سوق اناليسيس والكلام ده كله، لكن ما احناش متخصصين، انما كبروجكت مانجر لازم تبقى عارف يعني ايه، استراتيجيك مارجن. يعني اي حاجه هو الخمس سنين اسمها استراتيجيك مارجن، عارف رايح فين وجاي منين، عارف استراتيجيك مارجن، عشان انت لو بتعمل مشروع مش هتدرسه بقول له، يبقى انت عارف ان بتاعك نفسه المحتوى بتاعه والطريقه بتاعته والريزلتس بتاعته جوه استراتيجيك بلاننج، وما بنروح عليه بتعمل مشروع في مكان في طرق بتاعتهم النهائيه تبقى بشكل فلاني، ما تجيش انت بقى تتفزلك وتوسع الطريق في الحته دي او تضيقه. الاستراتيجيك مانجمنت المباني ارتفاعها كذا، ما تجيش انت بقى تعلي المباني تقول لا ده مش عارف ايه، يبقى ايه ده الايه ده البروجكت مانجر. في بروجكت انجينير خلي بالنا، المانجمنت ده اللي هو شال الايه؟ شال الليله كلها. مش بحبش اتكلم في السياسه، بس دي زي ايه بالظبط؟ زي الطبقه المتوسطه اللي هي المعجم، المتوسط ده ما يعلق الايه؟ العبء الكبير بتاع تقدم اي بلد يعني او تقدم اي دوله، لا اللي فوق قوي يعني اللي فوق قوي بيبقوا نسبه صغيره يعني، يعني لو وصلوا 3 4 5% يبقى بيبقوا كتير. اللي هم يعني طبعا يعني بيستحقوا الصدقه بيستحقوا الزكاه، انما اللي سبب نهضه اي مكان وسبب نجاح اي مكان سبب نجاح اي كيان او اي دوله اللي هم طبقه متوسطه، فهنا الميدل مانجمنت دول اللي هم السبب الرئيسي في نجاح المشروع. خلاص؟ طيب اكسترا بقى اي حاجه في هذا المستوى. طيب البرودكشن مانجمنت مين بقى؟ طيب شوف احنا حاطين ايه هنا؟ حاطين واحد باقي الليله كلها من اول هنا في حاجه اسمها السوبر انتندنت. هي خصوصا الشركات الامريكيه تيجي تبص تلاقي انت واقف مثلا عندنا مشروع، في مشروع ده بيبقى رائع يعني، دي مش خلي بالك مش اي حد، مش اي حد مثلا المشروع ما فيهاش وسايط، ما فيهاش وسايط. يعني انا دخلت المشروع هنا كان مسار، دخلت مدير المشروع السي في بتاعتي، بص على السي في قال لي اي كان تيست يو، راح اعطي مين؟ المدير بتاعه، بص على السي في عارف ادينا فيها ايه؟ بص قال لي والله انت عايز كام؟ قلت له كذا، راح ضحك قال لي الكلام ده مش موجود، قلت له خلاص انت عايز حط اشتغلت معاهم شويه واتكلت على الله. في نفس الوقت اللي انا واقف فيه كده في واحد طول بعرض كده وقال وقاعد في اشهر وبتاع، ده السوبر انتندنت. السوبر انتندنت في النظام الوسطي الامريكي او غير الامريكي، يعني انا شفته ده في الامريكي الياباني ما فيهوش الكلام ده، الفرنساوي ما فيهوش الكلام ده، الامريكان بس امريكا اللي بيدير التنفيذ في الموقع ده مش مهندس، ده سوبر انتندنت، ومش فورما ده ملاحظ. سوبر انتندنت ده لو اتزنق في حته العمل مش عارف يشتغل هديله بالشلوط ويقعد يشتغل بايده فول بعرض، لا عارف هو بيعمل ايه. سوبر انتندنت دول انا عشرت سوبر انتندنت في مصر، مش عايز اقول لكم اكاد اكون اشتغلت بايدي زمان في اول قبل ما اتخرج. سوبر انتندنت ده واحد شايل هم الشغل كله، عارف يعني ايه دار، يعني ايه حداده، يعني ايه صب، يعني ايه بياض، يعني واحد حافظ يعني دي كلها واخرها وعدت عليه شافها بايده، وهو اللي بيدير الفعل الشغل. وعلى فكره مدير المشروع بيكلمه بمنتهى الحذر وبمنتهى الادب، وده تلاقي ده بيتكلم يعني بالالفاظ اللي هي السوقيه، ومدير المشروع بيكلمه بمنتهى الاحترام. الفورمان ده اللي هو الملاحظ بقى، في مثلا فورمان لعمل واحد خرسانه، في فورمان لعمل المباني، في فورمان لعمل البياض، في فورمان للتشطيبات، في فورمان لكل حاجه. انما السوبر انتندنت ده المعلم بتاع الحته دي، لان السيستمز دي مش المهندسين اللي بيشتغلوا في الموقع. تمام؟ طيب اكسترا بقى كل النوع اللي زاد بقى، سوبر انتندنت، الفورمان،
مثلا سايت الليفل ده يعني. عندنا هنا طبعا الكلام ده بيعمله مهندسين يعني متخرجين جداد. وانا شخصيا بنصح اي مهندس، ودي والله اقسم بالله، انا في السبعينات انا شفت واحد خريج هندسه وماسك، وكان مقاول بيشتغل مقاول مشاريع كتير بدون ذكر الاسماء، كان هو اللي ماسك النجار المسلح الرئيسي او جمال شغل النجاره مع المقاول، وخريج هندسه كنت بحبه جدا وبحترمه جدا ومعجب بيه جدا، لان ده محدش هيضحك عليه بعد كده. وقريب ده 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 النموذج اللي جه على بالي دلوقتي، ان ما فيش مهندس يعني يتكسف ولا يعتقد ان هو مثلا اللي هيدخل في وسط المال وهيفهم. احنا اتعلمنا من الناس اللي في المواقع، خلي بالك ما اعرفش المستوى دلوقتي يعني، ما بقاش طبعا زي الاول، انما انا شفت بعيني حدادين مسلح في شركه برضه مصريه هنا في ايام كنا في الجيش ولما حاجات عسكريه، اقسم بالله خزان البترول اللي بيعمله، حديد التسليح اللي بيعمله في القعده وفي الحوايط، ما يعرف مهندس يرسمها بايده رسم، هو قاعد يعملها بمنتهى الدقه بمنتهى الاتقان بالملي. فيعني ما حدش، احنا كلنا اللي هتقوم يعني ايه نتعلم ونعرف من الصناعيه ما نتكسفش الفتره الاولانيه من حياتنا، ويا ريت من قبل ما نتخرج برضه نروح نتكسب بعد ما نتخرج، انما لازم الحاجات اللي هي الاولانيه المبدئيه خالص، الزق في الموقع ازاي، النجار بيشتغل ازاي، الحداد، المبيض، النقاش، كل الرخام، الارضيه، البلاط، كلها دي الحاجات اللي هي التشغيل. بتكلم عن الكونستراكشن بتاعنا احنا، في حاجات في الالكتروميكانيكال، اذا كان بيعمل داكس، اذا كان بيعمل اي حاجه لازم تبقى عارف الحكايه، يبقى كده مش كذا. يبقى انت كمهندس بتحط البيز بتاعتك وبتاعت حياتك كلها في الانجنييرنج في ثلاث اربع سنين اولانيين، بروح دول ايه السنين اللي بتحط فيك الايه الكالتشر بتاعت السايت نفسه بتاعت التنفيذ. معلش انا طولت عليكم، خلينا نكمل، ارجو ما تزقوش مني، واللي يزعق يرفع ايده واحنا نرجع تاني. سيلكشن ابروش مانجمنت بيرسونال، هنا اختيار الناس اللي هي ايه الافراد بتاع البروجكت مانجمنت، ذا بليسمنت اوف ذا رايت بيرسونال ان ذا رايت جوبز. خلاص ده ما قلنا، الانسان المناسب في المكان المناسب. في ناس حوروها هنا في مصر قالوا ايه الانسان ايه، هم عملوا كسر واحده بس، المناسب في المكان المناسب. لا، هذا كلام مبدا خاطئ ومبدا فساد، ومبدا يبوظ، مش يبوظ شركه، ده يبوظ كره ارضيه، يبوظ كره ارضيه. خلاص احنا في اختيارنا في البرسونال بتوعنا، لو ابني ومش كيبل انه يشيل الشغل اللي انا عايزه، ما عينش. مش عايز اقول اكتر من كده. The placement of the right personnel in the right job. يعني ال right personnel في ال right job. الإنسان الصح في الإيه؟ في المكان الصح. Each product is a new and different job. Each is at a different location. يعني أنا ممكن أبقى واحد كويس قوي. كويس قوي. في مشروع مثلا في الصحراء. مثلا. الكاركتريستيك بتاعته كده. لو خدته في مشروع مثلا في البحيرة. او في حته فيها زراعه، ما يعني ما بقاش قد كده، او باي شكل باخر. يعني ايه؟ The project is a new and different job. Each is at a different location. يعني هو كلها في مكان تاني. اذكر برضو قصه برضو برضو من الحاجات اللي انا اتعلمتها من استاذي اللي علمني يعني مش امسك القلم، اللي علمني ابقى طالب كويس في الهندسه واحاول ابقى مهندس كويس واحاول ابقى مدير كويس. الله يرحمه يتجوز عن سيارة. كان في مشروع في مصر، مشروعين نفس التصميم نفس الديتيلز، نفس كل حاجه، نفس المده. المده كام سنه؟ 3 سنين. الاثنين قصاد بعض على طريق واحد في محافظه واحده. يعني طريق اهو، اللي على اليمين
في مشروع وهشمل مشروع تاني. خلاص؟ كان في شركة أجنبية هنا وللأسف شركة مصرية هنا للأسف. 3 سنين الشركة الأجنبية خلصت. أنا بتكلم على إمتى؟ خلي بالكم. أنا بتكلم على الستينات مش على السبعينات. السبعينات يا كنت بتكلم على الستينات. القصة كان بيحكيها لي أستاذي اللي أنا كنت ببوس بس بخطف إيده عشان أبوس. خلاص؟ دول 3 سنين خلصوا. وده كان أول واحد فكر في بروجكت مانجمنت وأول واحد ريدي إن أنا أسجل معاه في بروجكت مانجمنت. قال لي إحنا محتاجين لكده. الكلام ده في أوائل الثمانينات يعني. فالمهم دي شركة 3 سنين وسلمت ومشي. اللي قدامها شركة مصرية شركة كبيرة قعدت 10 سنين وسلمت لمشروع ناقص. يعني قصدي ايه؟ انا عاوز اقول من هنا على فكره القصه دي انا بتنساها وناسيها، لكن انا عايز اقول لكم حاجه. الاداره هي السر والسبب الوحيد لنجاح اي حاجه. واي واحد يفشل يعرف انه ما استخدمش اداره. والاداره حاجات بسيطه 4: بلان اورجانيزنج ليج وكنترول. مش اكتر من كده. اعملهم صح طبقهم صح كل واحد غير الاختيار بتاعه والتخصص بتاعها هتنجح وهتبقى زي الفل. ما اخترتهاش بقى الله غالب. Each project is a new and different job. دي يعني دي قصدي دي فكرتني الكلمه دي هنا ان هم في السيم لوكيشن بس واحد على يمين الطريق واحد على شمال الطريق والطريق اللي هي زيادة عرضه عن 15 20 متر. Considerations for selection of personnel are shown on the following table. اختيار بني ادمين على فكره الشيت ده قديم قديم باذن الله. انا بوعدكم بس ان انا ادور على الشيت بقى اللي هو فيه يعني الديتيلز بقى اللي هو من حوالي 10 سنين تقريبا قابلني وعندي هلاقيه عندي ان شاء الله في الحاجات اللي عندي كتير قوي وان شاء الله ضوي ان شاء الله الاقيه وابعته لكم ان انا ايه اسلكت بقى الناس على اساس ايه. دول حاجات بسيطه جدا بس دي لو وصلت لها كويس يبقى فضل وعد. دي لا فيها اي تي نولج ولا فيها لا ما فيهاش يعني ايه حجم التطور اللي زاد ولا بيكلمك على اللين كونستراكشن ولا بيكلمك على الكانبان ولا بيكلمك على اللين سيكس سيجما ولا بيكلمك على البلاك بيلت ولا بيكلمك على حاجه خالص. اختار البرسونال ازاي؟ اول حاجه الادوكيشن. تعليمه ايه؟ تعليم اول حاجه مش قصدي ان هو مهندس لا لا هقول لكم على حاجه. انا شخصيا ما انا قلت لكم مشروع مسكت وانا في مصر بس بدون ذكر اسماء عشان يعني ما احرجش حد. انا كنت ماسك بروجكت مانجر كان الطاقم كان فيه حوالي 160 170 واحد الهاكر التنظيم مشروع كبير كان مدينه كبيره. اللي كان ماسك معايا كونستراكشن مانجر كان واحد واخويا وحبيبي وقت النهارده الكلام ده بقاله 2006 تقريبا يعني 15 سنه. اللي ماسك هذا الكلام اللي كان ماسك كونستراكشن مانجر تحت ايدي تحت ايدي مش تحت ايدي لا ده توب توب وصديقي وصاحبي لغايه النهارده وبيني وبعض كل احترام وكل ود دبلوم صنايعي. بس شوفوا بقى شكله ايه؟ انجلش مانجمنت سكيلز كل حاجه فيه. كان تحت ايده مهندسين لا يقل عمرهم في ناس منهم كانت كان 20 و25 سنه ولغايه النهارده هو النهارده هو مكمل وبقى مدير قطاع هناك في الشركه دي ومش عارف اقول اسم الشركه وناس كتير عارفينه بس عظيم عظيم وممتاز. فالإدوكيشن دي هي طبعا الشهاده ممتازه يعني الإدوكيشن يعني قطعا واحد مع بكالوريوس غير واحد مع ماستر غير واحد معاه مثلا دكتوراه واحد معاه ام بي اي واحد معاه بي ام بي واحد معاه بريس 2 واحد معاه اي بي ام اي يعني ميري من ضمن الاديوكيشن يعني بين الاديوكيشن والتريننج. يعني التريننج بقى حصل تريننج فين؟ اذا هو مثلا لسه جديد مثلا او كان في مثلا فتره حصل فيها تريننج في الحاجات المبدئيه اللي اقولها اكسبيرينس بقى هنا. طبعا دي مش كل حته مش دي بتتملى الحته دي بتتعطف عليها حاجات. انا باذن الله باذن الله باذن الله وعد ان شاء الله ان يا رب افتكر هلاقي لكم الشيت في
حاجات كتير قوي. الاكسبيرينس بتاعته في ايه؟ ممكن يبقى الاكسبيرينس بتاعته انا ببني مستشفى وما عنديش اكسبيرينس في المستشفيات، بس هو كواليفايد وعمل فندق هيبقى كويس مثلا، او العكس، او هو بيعمل انا عم بعمل فندق وعمل مستشفى ده تاخد اوضتك مغمض. يعني اكثر حاجه كومبلكس في الكونستراكشن المستشفيات، ان فيها هي اقصى كل حاجه، كل الاكتروميكانيكال فيها، الميديكال اكويبمنتس، الميديكال ستادز. يعني انا ده حاجه، ده في اللي انا شفته. طبعا انا اشتغلت في صواريخ فضاء، واشتغلت في محطات نوويه، واشتغلت في كلام بيقول اخره. انا اشتغلت في يعني اقصى حاجه كومبلكس، مثلا تاورز كبيره بال 70 دور ولا حاجه، والمستشفيات اشتغلت في بعض المستشفيات بره، بس ما كنتش بروجكت مانجر، كنت اريا مانجر يعني. فالمهم فالاكسبيرينس لازم اعرف برضه المشروع اللي انا بعمله وما جاملش. يعني لو واحد توسمت انه كويس هو بقى لاخره ولقيته يعني يتعلم ويشتغل ويقعد معاه اعرف واساله في يعني هاو تسولف البروبلم، كان يقول اخر لو هو ما عداش عليه او نوعيه المشروع اللي هو هيعمله معايا انا ما فيش مشكله خالص، واخده واشغله معايا ويتعلم ويعرف. ما حدش انا شفت واحد من ولادي بيدير مستشفى، اقسم بالله انا ما اقدرش اديها زي ما هو بيدير. عظيم، واحد يعني من ولادنا كان بيشتغل معانا، شباب صغير خالص بفضل الله سبحانه وتعالى. الادمنستريتف ابيليتي برضو ايه؟ المقدرات او القدرات الايه؟ الاداريه. في ناس تعيش وتموت ما بتشتغلش في الاداره. يعني اقول له خد اقعد مثلا ابني لي الحاجه الفلانيه، يطلع لك مباني ما يعني لو ايه ما حدش يطلع زيها. انا بتكلم على الصلاه يعني. مهندس اقول له خد اعمل لي ديزاين في حاجه فلانيه، طلع لك حاجه 100%، اعمل حاجه فلانيه 100%. فبقول له تعالى بقى انا اقعدك مثلا مدير مكتب فني. ما اعرفش. الادمنستريشن ابيلتي عنده ما عندوش الابيلتي ان هو يدير. طب بالمناسبه برضه الراجل اللي قلت لكم عليه ده، الحداد اللي انا شفته في نص السبعينات يعني 74 75 كده، المقاول بتاعه كان صبي بتاعه. المقاول بتاعه كان صبي عنده. الصبي ده بقى مقاول كبير ومشغل معلمه معاه. اللي هو قلت لكم بيعمل رسمه الحديد، بيعمل حد ولا انساه لغايه النهارده. ده كان بكلم على 74 75. لا انساه لغايه النهارده. قاعد بمزاج سيخ بيحطه وعارف بالملي هو بيعمل ايه. فالادمنستريشن ابيليتي دي في شباب صغار خالص اصحاب شركات من اولاد وبينجحوا زي الفل. بس في شرط عندي بالنسبه للشباب ده، ان هو يسمع كلام الشباب اللي زينا، ما يرميش بالكلام عرض الحائط. لان الشباب اذا ما كانش يسمع للخبرات القديمه يقول لا ده انا اللي هعمل، ده انا اللي هسوي، بيقع. طب الكومباتبيلتي، واحد كومباتبل يعني ايه؟ كومباتبل يعني ايه؟ عنده القدره ان هو يعني يتوافق مع الامور. كومباتبيلتي اللي هي التوافق، بيقدر يتوافق مع الجو اللي معاه، مع الناس اللي معاه وهكذا. ستابيلتي يعني واحد مش مثلا اجي ابص على السي في بتاعته قال اشتغل شهرين هنا وثلاث اشهر هنا واربع اشهر هنا وخمس اشهر هنا وشهر هنا. لا، انت تروح في حته ما فيش ستابيلتي. لو انت اتسالت طب الناس دول سبتهم ليه؟ سابوك ليه؟ ما مش عيب. انا اقول سابوني ليه؟ ما ايه المشكله؟ ولا حاجه، ده ما حاجه ما تضرنيش. طب انا ممكن اشتغل مع ناس رافضين يفهموا، خلاص اسيبهم يسيبوني، مش دي القصه. يعني الاستابيلتي دي حاجه مهمه جدا انك تقعد في مكان. يعني في اماكن يعني عشنا فيها مثلا بال 20 سنه، في اماكن ثانيه 6 7 سنين وهكذا. في لما اتعلم بقى في البروجكتس اللي هي ميجا بروجكتس وماتي بروجكتس اهو، على قد المشروع ما ياخد بقى. فالمهم الاستابيلتي دي مهمه جدا. ربنا يرزق كل واحد اللي موجودين بمكان يقدره
ويفضل معاه ويأسس فيه ويعيش ويستبدل، دي حاجه مهمه يعني، لان يعني بتبقى فيه لويالتي، الانتماء للمكان، وده احد اسباب نجاح الاماكن يعني. طيب الهيلث، صحتك شكلها ايه؟ في ناس يعني بعد الشر يعني عن اي حد، في ناس ما تقدرش تشتغل في الـ في الـ في السايت مثلا، شغل كتير، في ناس عندها حساسيه مثلا من التراب، في ناس عندها اي حاجه، عنده حاجه مثلا يعني في الهيلث بتاعته، اي حاجه مثلا في النظر، في الرؤيه، في السمع، في اي حاجه، ده مش هيموت ولا مش هشتغل، لا هشتغل، هتشتغل في حته بقدر ما له من صحه. ممكن واحد، انا لسه شايف فيديو بتاع واحد كان منتهي من فضل الله سبحانه وتعالى، خلص وخلص جامعه وخلص دكتوراه وخلص كل حاجه، وكان منتهي، كان قد يكون مات يعني. فالهيلث مهمه جدا، راس مالنا صحتنا، لكن لو حصل مع اي حد اي مشكله في صحته ما يستسلمش، ما يخنعش، ما يقولش ده انا اصلا انا صاحب مرض، ده انا لا 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 خالص 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 خالص، اشتغل بدون اقصى جهد، وربنا يقول لي ثواب يعني. التايب اوف ورك، طب بيقول لي نوع الشغل اللي انا واخده، يعني انا عندي مثلا مشروع تاور، اجيب فيه ناس عمرها ما شافت عماره ثلاث ادوار، يبقى يا ريت اخد حد يكون بقى شغال في شغل التاور. المشكله فين بقى؟ ان يبقى الناس اللي ماسكه المشروع الاصلي اللي هي التوب مانجمنت حتى حد من هنقول عليهم دول، فتروح له بقى بخبرتك كتاور او الى اخره، تكون انت عملت تاور وتكون ما اقتنعش، لا هو النولج بتاعه عند كده. فيعني ايه التايب اوف ورك برضه بيفرق، زي ما قلنا مستشفى، يعني عشان بقول لكم مثلا انا شفت واحد من ولادي بعتز بيهم، وبنته دلوقتي مهندسه، يعني مش بتكلم مع ولادي يعني، هو يعني شاب صغير، لا وبنته مهندسه دلوقتي ما شاء الله عليها، فده ما اشتغلش معاها مستشفى، لكن في السعوديه من فضل الله سبحانه وتعالى دي كانت ثالث مستشفى بيعملها، وبيعملها بمنتهى يعني الحقيقه، يعني انا لو عوزت اي حاجه في مستشفيات او حاجه لا اخجل اني اكلمه اساله واعرف تفصيلات منه كل حاجه. السايز اوف بروجكتس، في بروجكت عاديه سمول، في ميديوم، في ميجا بروجكتس، في ميجا بروجكتس بقى اللي هي بتقص مثلا في مليارات يعني، يعني عملنا مشروعات بحاجات صغيره قوي، مليون واثنين ثلاثه اربعه وخمسه، عملنا مثلا اكبر مشروع كان في عمان، ده كان 500 مليون، ده مبلغ كبير قوي، 6.9 بليون درهم في الامارات. فسايز اوف بروجكت مهمه جدا، ده بقى اللي بيحتاج شويه برضو ايه نولج وخبره، تكون يعني ايه شباب شويه يعني، يعني يكون عندك مثلا 25 30 سنه خبره، عشان تكون يعني ايه ازاي عرفت تتعامل مع الكومبلكسز من ورا، البروجكتس اللي بتبقى كبيره قوي دي ما بيبقاش بروجكت، بيبقى يعني ايه الكومبلكيشن اللي فيه كتير قوي، تاورز بقى وهيصه جامده يعني، وانواع كثيره من الـ من الـ من الـ من الفاونديشن، انواع كثيره من السول تريتمنت، حاجات كثيره جدا. الديوريشن بتاعت المشروع او الديوريشن بتاعت الخبره، يعني مفهوم الخبره او الديوريشن بتاعت الخبره، الديوريشن بتاعته خبرته 10 سنين 20 سنه 30 سنه 40 سنه 50 سنه وهكذا. السالري بقى دي نقطه ثانيه. موضوع السالري ده مهم جدا طبعا، وده رزق، وفي ناس كثيره جدا ما هماش كيبابل خالص، وربنا بيبعت لهم سالري كبير جدا، وناس مش مهندسين خالص ويقعدوا يقدم مهندسين كذا مره، فالسالري ده رزق. اللي عايز الريكومنديشن اللي بقول اي حد انت طبعا ديور بيست انك تاخد الماكسيموم سالري بتاعك، والله انت مزنوق خلاص اقبل باللي موجود بعدين دور على غيره، اذا كان السالري مش كفايه
صدقوني عن تجربه حياه، ربنا ما بيسيبش حد، عمر ربنا ما هيسيبك، ولا هتقع في ازمه ما انت ماشي بمرضى ربنا سبحانه وتعالى، وتتقي الله في شغلك وفي حياتك وفي كل حاجه، عمر ربنا ما حي ما حي ما هيوقعك في دي، كل حاجه هتبقى كويس. طيب الكومبريهنسيف بروجكت ريفيو، من هنا بقى هنبتدي نتكلم ايه في سبع نقط. السبع نقط دول وانت داخل اي مكان، ماشي، انا بتكلم الكلام ده، انا بتكلم الكلام ده ايام ما كنا شباب، احنا كان زمان، انا بقول زي دلوقتي، الناس دلوقتي اكتر، السوق مليان ناس كتير قوي، اكتر بكتير من السوق محتاجه، فال بتلاقي المنافسه عاليه جدا، الناس بتقبل حاجات قليله كتير جدا، لكن المكان اللي تدخله ما فيهوش السبع حاجات دول في البروجكت، لو انت مزنوق ادخل وامرك لله، بس زي ما بقول لك ما تتاخرش كتير، لان اللي ما فيهوش الكلام ده كله صح عمره ما هينجح. السبع نقط بقى اللي احنا هنتكلم عليهم دول بقى ايه لب الموضوع دلوقتي. نمبر 1 ديفلوب اند ادمنستر اريا ترانسبورتيشن سيستم. اول حاجه تعملها بتعمل ايه؟ الترانسبورتيشن سيستم بتاعك لازم تبقى دارس كويس قوي الموقع بتاعك والمكان بتاعك هتتوصل له ازاي؟ الناس هتوصل ازاي؟ انت ممكن تبقى في مكان لازم تجيب بساط، يا تأجر بساط، يا تعمل سكن للناس جوه المشروع. الكلام ده كله طبعا احنا يعني ما كانش عندنا حق، ما كانش بروبلم كبير هنا في مصر، لكن لما رحنا للخليج ورحنا دول الخليج عموما، خصوصا في اوقات كان التقييم بتاع الشركه بعدد العمال اللي على كفالات، كان بيبقى شركات فيها 5000 وشركات فيها 10000 و15000، كان اللي يبقى عنده شغل لو واحد عنده 10000 واحد 2000 و3000 ياخد اللي عنده 10000، كانت بتبقى ايام الكلام ده ايام 2005 و6 و7 قبل المشاكل بتاعت 2008 و2009. ديفلوب ادمنستر اريا، فالاريا ترانسبورتيشن مهم جدا. بيبقى في حاجات، ودي الموضوع ده قابلني يعني حتى في مصر هنا، ساعات بتبقى عايز تجيب حاجات من الجمارك مثلا، في ساعات بنجيب اللي هو في ساعات بنجيب برج بارتفاع مثلا 150 متر ولا حاجه بتاع في البترول، عايز تجيبه من المينا تدخله في المشروع بتاعك، حصل معايا هنا في اسكندريه، وكانت ايه تحت كباري وحفرنا وكده في طرق معينه، كسرنا الطرق وعملنا يعني جهزت المكان عشان تنقل حاجه واحده بس من المينا لغايه توصلها للماكس في عطول. دي اول نقطه بنتكلم عليها ليه؟ عشان تعرف انت ناسك هتروح ازاي؟ هتمشي ازاي؟ هتوصل امتى؟ تنظم الحاجات بتاعتك، الخامات بتاعتك هتجيبها ازاي؟ اي حاجه خاصه بالمشروع هتجيبها وتنقلها ازاي؟ يبقى الايه؟ الادمنستريشن اللي هي ترسم ده. انفورس بروجكت سيفتي بروجرام. المشروع اللي تدخل فيه تلاقي السيفتي دي، السيفتي فيه ضعيفه، ما تدخلوش الا اذا كنت مزنوق. خلاص؟ عارف انفورس يعني ايه؟ افرضه. ما فيش حاجه اسمها مشروع من غير سيفتي. بس لازم السيفتي يبقى فاهم، نخلي بالنا. أنا لما بعمل مشروع فيه 1000 فيلا دور أرضي، السيفتي بتاعته مش هتكلف واحد على 1000 من تاور ارتفاعه مثلا 15 دور. السيفتي اللي بيتصرف في السيفتي مرتبط بطبيعة المشروع وبنوعيته وبمكانه وبطبيعته. طبعا اعلى مستوى سيفتي اللي هو طبعا انا ما اشتغلتش في مشاريع الفضاء، انما اعلى مستوى سيفتي فين؟ في قطاع البترول. لو انت بتعمل مشروع بترول مثلا، انت بتشتغل مثلا، مش هنتكلم على بره، خلينا نتكلم على مصر. لو انت بتشتغل مثلا في منطقه مثلا تصنيع بترول وبتعمل حاجه هناك مبنى او الى اخره، ما ينفعش ان انت تدخل الموقع ومعاك موبايل عادي، هو اللي معاك لازم يبقى له
كاركترستكس معينه، لان اي شحنه من الموبايل ولا حاجه اللي هي التشارجز بتاع دي ممكن تحرق البلانت كله خلاص. فالسيفتي بروجرام مهم جدا جدا جدا، ودايما يقولوا ايه سيفتي فيرست، والسيفتي بترتبط دايما بطبيعه المشروع، بمكان المشروع، مرتبط كام ده من اخره. وعلى فكره السيفتي في فتره من الفترات وانا مش مدير مشروع لقيتهم عايزين سيفتي مانجر، لقيتهم عاطين السالري لمدير السيفتي قد مدير المشروع مرتين. حتى انا ضحكت ايامها هنا في 2000 وكان 2000 اول الالفينات يعني في مجال البترول يعني 2001 2002 حاجه. المهم كوردينيت ليبر ريليشنز اللي هو لازم تبقى فاهم العلاقات بتاعت ايه الـ 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 العمال، بتعرف تجيبهم منين واقولهم ايه واخدهم كلام كلام من الاخر. مانج اند بيرفورم شير كونديشنز تاسكس، انت اي عقد في ايه شروط العامة، شير كونديشنز شروط العامة دي فيها اعمال تاسكس موجوده فيها لازم تديرها كويس وتعملها تنفذها خلاص. امبلمنت تايم اند كوست كنترول سيستمز، لازم عندك هو الموقع بتاعك تايم وكوست كنترول سيستم. انت الوقت بتاعك عندك بيبقى فيه مونيتورنج، انت بتعمل لما بتيجي تعمل بلان بتعمل ايه؟ بتظبط التايم بتاعك، بتظبط ايه؟ الريسورسز، من الريسورسز بتظبط ايه؟ الكوست كنترول، بتعمل كوست كنترول. طيب فانت بتمبلمنت التايم والكوست كنترول سيستم، انك ازاي تعمل كنترول على التايم ما يجريش منك والكوست برضه ما ايه؟ ما يقلش منك. مانج ديلي بروجكت اكتيفيتيز، اداره الانشطه بتاعت ايه؟ اليوميه بتاعت المشروع. وبعدين اهم نقط كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول. موضوع كواليتي اشورنس وكواليتي كنترول ده ناس كتير معتبراه ده مصروف، ده مش مصروف. انا دايما ودي من فضل الله سبحانه وتعالى ربنا يسر لي بيها من ايام ما كنت زمان قوي، ايام ما كنت يعني عجوز شويه عن دلوقتي. دايما بقول اخواننا حاجتين ما هماش صرف في الموقع والاستثمار، الايه؟ سيفتي والكواليتي اشورنس والبي اتش سي. السيفتي لو لا قدر الله حادثه واحده حصلت بتكلفك قد ثمن الفلوس كلها اللي هتصرفها على المشروع من اول لاخره وزياده كمان. في الكواليتي اشورنس في حاجه اسمها الايه؟ الكوست اوف باد كواليتي. لو انت عملت حاجه وطلعت مش تمام، ما عملتهاش كواليتي كنترول صح ولا مشيت تبقى الكواليتي اشورنس صح، هتلاقي نفسك عشان تصلح حاجه تدفع اجر ثمنها ثلاث مرات ممكن اكثر. هنتكلم عن النقط دي واحده واحده. ديفلوب اند ادمنستر اريا ترانسبورتيشن سيستم. يبقى انت هنا بتعمل ايه؟ بروجكت اكسس، تشوف البروجكت اكسس المشروع بيدخل ازاي، الترافيك فلوز اللي حواليك بقى كل الطرق اللي حواليك. يعني ممكن تبقى نفسك بتشتغل في حته في صحراء في بتاع ما فيش برضه بتدرس، خلي بالك. انما انت لو في نص مدينه ولا حاجه عندك كباري طالعه وادوار طالعه وناس كمان حصل معانا كتير، يعني لازم تبقى دارس كويس قوي الترافيك فلو ماشي ازاي، وفي ترافيك ستادي لازم تتعمل، خلي بالنا بعد الدراسات. يعني انت في دبي ما فيش حاجه اسمها تعمل مشروع من غير ما تكون عامل الترافيك ترافيك ستادي بتاعته ولا الانفايرمنتال ستادي بتاعته والتاثير على البيئه والى اخره، مجموعه الحاجات. لو رجعنا اول محاضرتين ثلاثه هلاقي الكلام ده كله موجود فيهم. برضو لوكال ترانسبورتيشن سيستمز، لو انت مثلا جايب ناس وانت تعمل مشروع في اي حته بعيده ولا حاجه، تستخدم مثلا سكه حديد ولا حاجه توصلك للبلد دي، وبعدين بتعمل لوكال ترانسبورتيشن من ضمن القريه او المكان او اي حاجه، يبقى عارف الحكايه. بروجرام ديسكرايبنج ريكوايرمنت فور ترانسبورتيشن فاسيلتي ديفلوبمنت، البرنامج بتاعك بقى اللي بيوصف لك الاشتراطات بتاعت الايه؟ الترانسبورتيشن فاسيلتيز بتاعتك. خلاص؟ وبعدين ايه الاونر ابروفال اوف ذا ترانسبورتيشن بلان. انا كمقاول او يعني المفروض المفروض في بروجكت مانجمنت في بي ام او او لكن انا يعني مثلا انا مقاول انا اللي بشتغل، يعني الكلام كله انا بوجهه ايه؟
للناس عموما، بس كدوري كان قوي ان انا بعمل هذا الكلام. ولو الكلام ده بيدرس من اول خالص البي ام او، البي ام او او المالك عشان ينجح مشروع. يعني هنا بنتكلم على مشروع مقاولات داخل الكونستراكشن. انتوا فاكرين كنا بنقول البروجكت فيزز، الفيزيبيليتي والفيزيبيليتي والكونستراكشن والبروكيورمنت وبعدين الكونستراكشن بعديها. يعني الكونستراكشن ده في خمس، ده هنا انا بتعامل مع دي على اني مشروع كونتراكتور. مشروع كونتراكتور برضه المفروض اطبق عليه الفيزز دي، لكن مش عايز اخبطه يعني. بيتعامل نفس الحاجات دي كلها بس ايه بشكل تاني، وانا كونتراكتور بتبقى اخطر كمان لان كونتراكتور هنتكلم فيها لما اكون فيه ان شاء الله. فالمهم فالاونر ابروفر اوف ذا ترانسبورتيشن بلان دي، لان دي انا حاجه شفتها بعيني. كنا جايبين حاجه من بره مثلا، انا كنت ايامها والله شركه مقاولات، شركه مقاولات ايام في سي مع السي سي سي. فالمهم اما جه اللي هو معلش مش فاكر الاسم بالظبط، اللي هو اللي بيدخل فيه الاويل وبيتصفى بقى تحت، بينزل السولار البيتومين الاول وبعدين السولار وبعدين بقى يطلع فوق خالص الايه البنزين بقى والكلام ده كله. مش قادر افتكر دلوقتي الاسم، بس هو يعني ايه حاجه كده مرفوعه 150 متر ولا حاجه عشان يتنقل ويجي يدخل الموقع. كانت من اجمل الحاجات اللي شفتها في حياتي. ونش 1000 طن وجنب منه ونش 400 طن عشان يسنده عشان نوقف الموضوع ده. والحقيقه كان حاجه جميله يعني، الحاجات اللي هي لا تنسى يعني، محفوره في الذاكره موجوده بتفضل في الخبره يعني. طيب فهنا الاونر ابروفال اوف ذا ترانسبورتيشن بلان بمعنى ايه؟ انا لو هعمل بلان للحاجات دي لازم اقدمه لمين؟ للاونر، لان الحاجات دي ملكيه للاونر. ممكن هو ما يوافقش على حاجه او يختار عليك حاجه او يقدر يسهل لك حاجه في وهكذا. دلوقتي هنوصل الاريا ترانسبورتيشن سيستم كوردينيت وذ لوكال بورت ريل رود، بتعمل كوردينيشن مع الايه؟ لو انت عندك مطار، لو انت عندك ميناء، لو انت عندك محطات سكه حديد، الديبارتمنت انجير بيرسونال اند بلان تو ديفلوب نيو فاسيلتيز في اول وان. انا ممكن يعني اعمل يعني مش هقول هعمل طرق كبيره، لكن ممكن اعمل شبكات طرق توصلني لو انا بشتغل في مكان مثلا هو صحراء بعيد او اي حاجه وعندي معدات تقيله وعندي اي حاجه، ممكن انا اعمل ايه حاجات تمبرالي، بس دي لازم تكون اصلا مدروسه ومحطوطه اي من ضمن الكوست بتاعي، تبقى الاندايركت كوست بتاعي ما يداش في الفاينل برودكت يعني. Assist the owner in obtaining all permits for transition of facilities. يعني المفروض ان اللي بيتعامل مع استخدامات الترانسبورتيشن فاسيلتيز دي الاونر، هو صاحب الارض، صاحب الارض او صاحب المكان او صاحب الفاسيلتي هو اللي بيتعامل مع اي جهه رسميه. فانا باخد هنا ايه تفويض من الاونر، يعني انا مش عارف مثلا الشركه اللي مش عارف ايه للبترول وانا مقاول عندهم وانا واخد اريح هشتغل عليها، فمش هقدر اعمل حاجه باسمي انا حتى وانا معايا عقد الا باسم مين؟ المالك. فالاونر بيعمل لي ايه؟ باسيست الاونر، يعني انا بقى ايه؟ باخد منه تفويض او توكيل ان انا اعمل ترانسبورتيشن فاسيلتي. اشور ذا سيف اكسس از بروفايدد ات اول تايمز. لازم اؤكد ان السيف اكسس، السيف اكسس اللي هو ايه؟ المداخل سيف، مداخل امنه متوفره لايه؟ في خلال في ال 24 ساعه كله. طيب هنا انفورس بروجكت سيفتي بروجرام. السيفتي دي في كل لفظ في العقد لازم تبقى موجوده فيه وبمنتهى الحده. وبرضو انا هذكركم بحاجه برضو قلتها يمكن لما كنا بنتكلم في السيفتي المؤتمر المؤتمرات، وكان في مهندسين فرنساويين بدو اتكلم معاهم كده، قلت لهم المشروع اللي فيه سيفتي الانتاجيه بتاعته بتزيد. بصوا لي كده فاتحين بقهم، انا واضح ان هم كانوا متخصصين في السيفتي بس، يعني السيفتي مش فاهمين علاقتها بالكونستراكشن. قلت لهم طبعا يعني انا لما بقعد لما انا ماشي في سايت وانا امن خطواتي بتبقى اسرع، الوقت بيتوفر. لو انا واقف متعلق ببيض حيطه
وانا لابس سيفتي، كان امانه كانت لابسه سيفتي 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 بيلت، بس سيفتي بيلت طلع خطر وبيكسر الظهر، بقى سيفتي هارنس دلوقتي، حاجه غير زي تتلبس سيفتي هارنس يعني خلاص، وانت لابسها وعمال بتبيض حاجه او بتبني في وجهك او الى اخره، هتلاقي نفسك المعدل بتاعك بدل ما انت بتعمل 2 3 متر هتلاقي نفسك بتعمل 10 متر. فالمكان السيف الانتاجيه فيه بتزيد، وده مبدا مفضل لي برضه، كان ايه؟ كان يعني ايه؟ يعني الهام من ربنا سبحانه وتعالى ان طلعت، واعتقد ان هي داخل بعد كده في الكلام، يعني الكلام ده انا بتكلم على الـ على الـ يعني اكثر من 35 سنه يعني، في شيراتون او حاجه زي كده. طيب develop and include in all contract documents wording for compliance with state regulation. خلينا نركز بقى جوه، معلش انا اسف بسرع بره شويه بس عشان تحسوا ان الكلام ده كلام خبرات الحياه او حاجات اللي هي لازم نتمسك بيها كمهندسين في المواقع او كمدير مشروع او الى اخره. develop and include in all contract documents wording for compliance with state regulation. ده انا بقوله كل اللي بيسالوا دلوقتي. انت في كل كلمه في مستندات الكونتراكت لازم تعمل ايه؟ تاخد تحط كل السيفتي يبقى موجوده فيها. ديفلوب سيفتي بروجرام، يعني السيفتي اندكشن اللي احنا عملناه ده حته قد كده، سيفتي بروجرام ده حاجه شديده يعني. يعني احنا لما اشتغلنا في الدكتور مثلا في قطر اخذنا سيفتي اندكشن واخذنا سواقه جوه داخل، يعني بتشتغل جوه بتاعه وبيسوق لازم ناخد الترخيص بتاعه جوه، لازم في حاجه اسمها الورك بيرميت، الورك بيرميت لازم تاخده من السيفتي قبل ما تاخده من المهندس. فهي ديفلوب سيفتي بروجرام، بتعمل برنامج للسيفتي، بيريودك انسبكشن تو ايدنتيفاي اني انسيف كونديشن، بيبقى فيه انسبكشن هو اون ديلي بيسس، خلي بالنا لازم السايت كله يبقى اون ديلي بيسس، وكل مشروع ما بيكبر يبقى طاقم السيفتي، يبقى طاقم مش سيفتي مانجر وخلاص، سيفتي مانجر وسيفتي اوفيسرز بيبقى طاقم يعني لو مشروع كبير. بيريودك سيفتي ميتنجز assure that all requirements and regulations are satisfied. سيفتي ميتنجز اللي بتبقى ايه؟ all requirements and regulations are satisfied. في المشروعات انا بيرسونالي لو انا بمسك مدير مشروع او راجل دايركتور او مشروع جوه مثلا اختصاصاتي زي ما كنا مثلا بنشتغل مع الحكومه، ده في ديلي سيفتي ريبورت مع السيفتي ديلي ريبورت، ده حاجه وده حاجه. زمان كنا بنحط السيفتي دي احد النقاط لوحدها في الديلي ريبورت، لا دلوقتي السيفتي ريبورت ده لوحده. طيب انفورس سيفتي سيفتي بروجرام اشوف ذات اول اكسيدنتس اند سيفتي بروجرام امبلمنت ريبورتس ار سبميتد اول ريكوايرد بارتيز. اي حوادث تحصل او اي سيفتي بروجرام امبلمنت اي ريبورتس لازم تبقى ايه؟ كل البارتيز فيها، لازم الكونستراكشن مانجر يبقى معايا، لازم البروجكت مانجر يبقى معايا، السيفتي مانجر يبقى معايا، كان ده كله بيروح للكوربريت طبعا، السيفتي مانجر الكوربريت بتاع الشركه او الى اخره. necessary corrective actions should be taken. ممكن بتعمل ايه؟ corrective actions لاي موضوع، يعني حته بيحصل حصل فيها شراره مثلا ولا وكانت معرضه ان حاجه تولع فيها او حاجه وما حصلتش، لا يبقى تعمل corrective action ان مثلا الحته دي ما تحطش فيها مثلا ايه؟ كهرباء لو فيها حاجات قابله للاشتعال. طيب عندنا هنا present and prove that accident frequency and severity less than national averages. في حاجه اسمها safety pyramid، حاجه هرم كده وفي بدا من نير مس، في يعني في حاجات طول النهار، بس واحد ماشي اتكعبل اتخبط مثلا في حاجه، يا مسمار مش عارف حصل ايه، في حاجات اللي ايه بتسمى نير مس، في حاجات صغيره يعني دي بتحصل كل يوم او كل يومين او كل يعني تبع الموقع، مش زي في مواقع من فضل الله سبحانه وتعالى كانت فل الممسوكه من الاول معاها يعني رداله زي ما بيقولوا عندنا الصعيد ده، صح شفت بمستوى عالي جدا. بس نخلي بالنا ما نضحكش على نفسنا، ما نحصلش حوادث، يعني انا في مشروعات يحصل فيها الحادثه وما تطلعش، ما حدش يتكلم عنها، ما حدش يجيب سيرتها، ما حدش يقول عليها حاجه، ده كلام مش صح. خلي بالك ليه بقى؟ لان ممكن
الحادثه لو استخبت لو ما درستش كويس هتتكرر. عشان كده بقول هنا ايه؟ corrective action should be taken. لازم مع علاج اي implication من اي حادثه لازم اعمل corrective action بقى. ان انا الحته اللي حصل فيها الحادثه واذا اتكررت فيها تاني تبقى مصيبه بقى. يبقى احنا بنهزر. لو القرار الثالث يبقى انا عندي مشكله في السيستم. يبقى انا لازم ابقى عارف كويس قوي ايه الكوركتيف اكشن المعموله. present and prove that fits and simulation errors. في averages يعني بيبتدي الهرم. انا مش ما دخلش معانا هنا بس ده في الديتيلز بقى كان في ديد سيفت كده بتبقى من تحت اللي هو النيرمس بتقطر فوق لغايه فوق اللي هي الفتر كيسز اللي هي حوادث الوفاه. طبعا دي لها بعدد ساعات. يعني انت مثلا المشروع الساعه مثلا 5000 ساعه بيتحط نوع من الايه؟ من الافرج. يعني لو تخطيتها يبقى انت خطر. يبقى انت السيستم بتاع الزباله يعني البعيد. يعني لو انت جواها جوه الرينج يبقى انت ايه؟ كويس يعني. انما خلينا صادقين. النقطه الثالثه coordinate labor relations become acquainted with local labors and their representatives. لازم تبقى عارف وفاهم كويس قوي مشاكل العمال كلها المحتمل. اللوكال ليبرز ريبريزنتاتيفز يعني والايه ولو في نقابات عمال لو في اي حاجه خاصه بالقوانين العماليه لازم تبقى عارف. ريكوجنايز اكستنت اوف اوبن شوب ورك. لو انا بعمل اوبن شوب طبعا احنا في الكونستراكشن في اوبن شوبس كتيره. كان بعمل ورشه حديد مفتوحه ورشه نجاره اللي هي شدات وحاجات من الى اخرها. ممكن قوي اكون بعمل اسمه ايه ده اون سايت يا ما عملنا في الالكتروميكانيكال عندنا ال 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 الدكتس بنفصلها في الموقع ولا بنفصلها في الموقع ما اعرفش دلوقتي ايه اللي بيحصل. احنا كنا بنفصلها في الموقع يعني ممكن اعمل في الموقع حاجات كثيره جدا. احنا وانا صغيرين خالص بقى في الستينات كان قايم اول بيعمل عماره في هناك مكنه بلاط موزايكو تحت او مكنه بلاط سطوح او يعني بيقعد يعمل البلاط بتاعه قدام العماره. يعني القصد يعني ايه؟ ان كل ما قدرت ان انت تنتج حاجتك من الاول خالص. هو طبعا في الكاست بيبقى طبعا متوفر الكاست بتاعت النقل والى اخره. لكن انت برضه لما بتعمل حاجه زي كده بتمنع الماتيريال بتاعتك. ما حدش هيضحك عليك ويبيع لك حاجه مطلوبه او الى اخره. انت بتعمل حاجتك زي ما انت بتطبخ في البيت او بتشتري اكل من بره. فريم ورك باكجز to avoid local problems. عندنا الباكج بتاعت الشغل بخلي بالي منها عشان ايه؟ ما يبقاش في مشاكل مع العماله يعني مثلا. يعني ما تخطاش اي قوانين او يعني اعمل اي قوانين خاصه بالعماله او الى اخره. لازم ابقى فاهم في مناطق معينه قوانين العماله بتبقى فيها ستريكت شويه. فلازم ابقى عارفها وحافظها وعارف مداخلها وعارف مخارجها وعارف ان انا ايه اتعامل معاها. keep abreast of potential labor problems. ان انا مثلا يبقى ايه؟ ان انا اواكب المشاكل العمل المحتمله. يعني كل المشاكل المحتمله بالنسبه للعماله خصوصا في الاماكن زي يعني كان في الخليج اغلبه كان كده. كان بيبقى عندي ممكن احط عمال في الموقع. يعني انت شفته يمكن في المشروع اللي انا عملته مش انا يعني اللي كنا بندرسه وحطت فيه مكان سكن عمال في الموقع. ف عشان سكن عمال في الموقع ده انت لازم تبقى يعني حريص جدا جدا من حاجات نوعها كتير قوي يعني. طيب فايه؟ لازم ايه نبقى فاهمين كويس قوي مشاكل عمال بتحصل منها خصوصا الناس مثلا لو انت بتشتغل في الخليج او غير خارج مصر. عندك انواع كتير. عندك عمال مصريين وعندك عمال فلبينيين وعندك كوري. كل جنسيات العمال موجودين عندك فلبينيين وهنود كل انواع. لازم تبقى فاهم كل طبيعتهم لان برضه في كالتشرز لكل واحد شويه يعني. فلبينيين فلبينيين على فكره فلبينيين كويسين قوي لو اللي بيديرهم قوي. يعني انت الا يعني كنت بتشتغل في حته فيها جنسيات مختلفه
هتعرف كاركترستكس بتاعت ايه، في كاركترستكس عامه طبعا كل واحد له خصوصياته بقى، تخش معاهم اكتر وتعرفهم يعرفوه. لما بتتكلم على العمال هنا، العمال اللي هم بيشتغلوا بايديهم دول طبعا دول كل حاجه لهم مع التعامل، بس انا بتكلم على العمال اللي هي ايه اللي بتشتغل معاك في المكتب او اللي بيقعد معاك في اداره المشروع او او الى اخره. تمام. مانج اند بيرفورم كونديشنز تاسك، دول بقى كميه كبيره بقى، دول ايه بقى؟ اداره وتطبيق الجنرال كونديشنز تاسكس. انت عندك دايما في جنرال كونديشن اللي هي الشروط العامه ايه للمشروع، صح؟ طيب الشروط العامه للمشروع هتلاقي فيها شروط بتتعامل مع الموقع ازاي. اول حاجه بيقول لك ايه؟ البروجكت وير هاوس، المخازن اللي في الموقع، البروجكت اوفيسز. هتلاقوا الكلام ده في برزنتيشن كنا عملناه عن تخطيط مشروع اللي كان اعتقد كليه الهندسه التطبيقيه، كان في، لا ما كانش في ابها، كان في الجنوب سموير، في الجنوب يعني في مدينه من المدن الجنوب السعوديه. فالمهم هتبص عليها هتلاقي ميرلي تقريبا الحاجات دي كلها موجوده فيها. البروجكت وير هاوسز محطوطه ازاي، البروجكت اوفيسز، التست لابوراتوريز اللي هي المعمل بتاع التجارب اللي في الموقع، البروجكت رودز الطرق بتاعت المشروع اللي جوه، البروجكت باركينج الباركينج موجود ازاي. كل احنا حظنا في المشروع اللي فات كان باركينج حوالي كتير قوي، الباركينج كان قليل جوه، كان في باركينج للمعدات والحاجات دي كلها اللي هي بتبات في المخ. البروجكت جريدنج اند درينج، دي في حاجات تفاصيل بقى ما كانتش هناك، يعني الجريدنج والدرينج دي اللي هي التسويات اللي احنا عاملينها والصرف بتاع الموقع. ما انا مش هعمل شبكه صرف كبيره في الموقع اصرف لها الموقع كل مره واحده، لا، يعني انا في مكاتب اعمل لها مثلا الصرف بتاعها وايه، واعمل لها بير مثلا صغير ياخدها معايا. لو انا عامل مثلا سكن للعمال برضه نفس القصه، يعني هيبقى حاجات ايه زي الشغل بتاعنا بتاع زمان لما كنا في القرى مثلا في المدن الصغيره، كان بيبقى في بيارات صرف وحاجات كده. الفنسنج اللي هو الايه؟ الاسوار اللي حول الموقع، سكيورتي فاسيلتيز مثلا بيبقى في مثلا ابراج كده في على كام حته في الموقع، يبقى ايه منوره وشايف، عارف شايف كل حاجه من جوه الموقع، حركه جوه الموقع بالليل او من بره او الى اخره، يبقى فيه مراقبه سكيورتي فاسيلتيز. الفيرست ايد فاسيلتيز، احنا اتفقنا على الكلام ده كله. الفيرست ايد فاسيلتيز دي بتعتمد على عدد العاملين في الموقع، بتبتدي بقوره واحده صغيره بواحد ممرض مثلا او حاجه، توصل لانك ممكن يبقى عندك عربيه اسعاف ودكتور، وممكن يبقى عندك عمليات صغيره في الموقع. يعني بتعتمد على حجم المشروع وعلى عدد العمال اللي موجودين فيه وعلى اهميته. شوبس اند مينتنس، شوبس يعني بما يعني تعتبر المحلات او الورش والصيانه، تراش فاسيلتيز اللي هي ايه؟ تخلص من القمامه يعني الحاجات اللي هي المخلفات، الاروجن كنترول يعني لو انت في مثلا في حشيته في اي حاجه بتسبب اروجن يبقى لازم نخلي بالنا ان احنا يعني ايه؟ ما تاكلش حاجه او الى اخره يعني. كلير فاسيلتيز ايه اللي هي الحاجات الصحيه يعني، زي ما كنا بنقول دلوقتي ان عامل مكاتب بقى لها سير صرف والى اخره، وحاجه ممكن تيجي عربيه بتاخد المخلفات دي بعد كده بتترتب يعني. الاويل سبيل بريفنشن، يعني ما بيبقى عندي مثلا مكان في معرض انه يخرج، ما عندي جنريتورز مثلا، عندي اي حاجه ممكن تسرب زيت، لازم ابقى اعمل لها ارضيه بتاعتها من تحت او الى اخره، ان الاويل ما يخرجش بره المكان بتاعه او الى اخره، بقى الاويل سبيل بريفنشن. البروج فنتيليشن، التهويه في الموقع، ممكن في حتت بتاعت مثلا تخزين ولا حاجه محتاجه فنتيليشن اكتر من حته ثانيه، الهيتنج سيستم، الفاير بروتكشن، الووتر سيستم شبكه الميه، كومبريسد اير، انا بعمل كومبريسد اير جوه الموقع، لما كل شويه بشيل كومبريسر وبعمله ببقى عارف انا بستخدم هو اعمل كومبريسد سيستم في الموضوع.
او يعني تبقى مدروس طبقا للمشروع. الويلدنج جاز ده مهم جدا لان يعني خطر جدا، لازم له مكان وعارف ادارته تبقى ازاي. دي ايه الجنرال كونديشنز تاسك، الحاجات دي كلها موجوده في الجنرال ايه كونديشنز بتاعت اي مشروع. دي ووترنج والدرينج اللي هي لما بيبقى عندي مثلا الووتر تيبل عالي وانا مثلا حبني تحت يعمل تحتي اساسات او هعمل ادوار تحت الارض او حاجه بيتعمل دي ووترنج، سواء بالويل بوينت سيستم اللي هي الخرائط حوالين المكان للووتر بتاعه، او بالديب ويل مؤسسه بتتحط في وسط المشروع بتسحب. الدي ووتر والدرينج بتاعه بيبقى ازاي؟ البروجكت لايتنج اللي هي الاضاءه بتاعت المشروع، نوعيتها وطريقتها واماكنها وشدتها. بروجكت كوميونيكيشن فاسيلتيز اللي هي الكوميونيكيشن فاسيلتيز اللي هي كل انواع الكوميونيكيشن بقى، موبايلات بقى، خطوط كنا ممكن تبقى راديو في محطه بتبقى تجمع لك في الموقع، وفي محطه عندك بيبقى عندك ايه محطه كده يعني سيستم جمع لك كل الراديوس كل واحد في الموقع معاه ووكي توكي ومرتبط بايه بسنترال وواحد قاعد مسؤول عنه بيدير يعني. طيب البنت تايم اند كوست كنترول سيستم، قائمه كوست كنترول سيستم ده ايه؟ احنا على فكره ما بنخلوش كتير يعني، بس اللي عايز اقوله ايه؟ نخلي بالنا ده اختصار ايه اللي لازم يكون في المشروع؟ يعني اي نقطه من النقط اللي كنا عليها دي مش موجوده في المشروع اللي انت داخله اقبل يا عم على مضض اذا كنت مزنوق، بس حضر نفسك انك ايه ما تقعدش كتير. قدرت وانت قاعد كده بطريقه لابقه بتاع ما يمكن اصلاحه ماشي، نفعت معاك ماشي، ما قدرتش بس تبقى حاطط عينك وفاهم المفروض يكون ايه المفروض ناخد ايه. طيب implement time and cost control system، establish job site time and cost staff. لازم يبقى عندك في الموقع time and cost staff، مفيش حاجه اسمها واحد يقول ده بلانر ويمسك الكلام كله الليله كلها. الكلام ده لو بيعمل فيلتين مره واحده كده صغيره على قدها ماشي، انما عندك مشروع وعايز تعمل التايم والكوست التايم اند كوست مانجمنت بتاعه لازم عندك ستاف مش كتير بس ناس فاهمه ومعاهم واحد قوي يعرف يدير هذا الكلام. الكاش فلو فوركاستنج، وده على فكره دي من الحاجات المهمه جدا، ودي بسببها بتقع مشاريع. بمعنى ايه؟ يعني ايه كاش فلو الاول؟ انا بنزل مشروع كام قوي؟ دي على فكره من اول الحاجات اللي بتتعمل في دراسه علم اولياء، بس طبعا ناس كتير ما بتحطهاش يعني. انا بيرسونالي اي مشروع لازم من الاول خالص الكاش فلو الكاش فلو كاش ان كاش اوت ده بيتعمل. طبعا هو مش اكل 100%، خلي بالكم ان اي دراسه مشروع زي ما قلنا في الاول خالص بتوصل الابروكسيميشن 25% في الاول خالص. الاول خالص احنا لسه عملنا ديزاين ما دخلنا حاجه خالص، وتفضل التولرانس دي تقل 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 لغايه ما توصل وانت بتشتغل بقى وانت وصلت الكلام ده كله توصل ل 60% ما يزيد عن كده. الكاش فلو فوركاستنج ده انا وابقى حتى في الايرنز فاليو بيبقى في حاجه اسمها ايه؟ البروجكت الكوست ات اند، مش كده؟ يعني انا وصلت النهارده للكوست كام؟ الشغل بتاعي خلصت منه قد ايه؟ نسبته قد ايه؟ وبعمل الكوست ات اند بقى في الاخر، يعني ان انا ده من ضمن الحاجات، ده مش الكاش فلو. خلي بالك الكاش فلو من الاول خالص، انا واخد المشروع خلاص. لو انا نورمال از نورمال باخد مثلا 20 في اماكن بتدي 20% في الاول مقابل خطاب ضمان، يبقى انا خدت 20% من المبلغ بتاعي اللي انا التوتال على المشروع ب 100 مليون خدت 20 مليون. يا سلام ده جميل جدا، بس خلي بالك تاخد 20 مليون جنيه دول وتقع لما اديتهمش صح. انا بعمل ايه؟ بعمل الكاش فلو بتاعي. انا خدت 20 مليون عارف كويس قوي ان انا اول شهر هشتغله مفيش انتاج كويس، شهرين
هشتغل شهر تاني عشان معايا انتاج بقى اخد عليه فلوس خلاص. يعني الشهر الاولاني يبقى بيزكلي بتصرف على ايه؟ على السايت ايه؟ موبيلايزيشن المكاتب اللي كان من الاول للاخر خلاص. وتخش بعد كده على الايه؟ على ال بالمناسبه في مشروعات كثيره الموبيلايزيشن نفسه بيبقى عليه فلوس، ففي الحاله دي ممكن تبقى الكاش فلو بتاعك يبقى بتدرسه صح خلاص. عندك الشهر الثاني بتبتدي بقى تنتج، انت عملت خوازيق بقى، عملت اساسات، عملت يبقى انت انتجت في ثاني شهر خلاص. بتقدم مستخلصك في اخر ثاني شهر، هتاخد تقبض الكلام ده امتى؟ في اخر ثالث شهر. يبقى انت عندك 3 شهور لو انت ما قدرتش الموضوع صح خلاص هتاخد فلوس امتى؟ في اخر 3 شهر. انت لازم يبقى عندك فلوس تكفيك ال3 شهور الاولين دول. لو انت ما قدرتش ال 20 مليون دول، ده الكلام ده لو انت بتاخد 20% مع يعني في مناظر دلوقتي انك تلاقي واحد طبل وياخد 20%. دلوقتي اللي بيدي 10 بيقول انا عاطي خلاص. فنخلي بالنا الموضوع برضو مش كتر فلوس. المقاولات إدارة أموال الغير، بمعنى إيه؟ أنت كمقاول لازم تبقى دارس الكاش فلو بتاعك، وبعدين الكاش فلو أنت بتديه مثلا بعد 3 شهور خلاص؟ ده كل ده كل ده إيه؟ أنت خدت الأول ال 20 مليون، خط كبير عندك أهو، عندك بيبتدي إيه؟ بتبتدي تصرف، ده الكاش إن بتاعك. مش مربوط بحاجة بقى، هيفضل ماشي 20 كده، الكاش أوت هتبتدي من تحت طالع كده، خلاص؟ أنت ممكن تلاقي الكاش أوت بتاعك هو طالع كده أهو، يخبط لك هنا وانت لسه ما خدتش حاجه، يبقى انت محتاج كام فوق ال 20 مليون دول؟ فالتقاط ما بين الكاش ان والكاش اوت ده عباره عن قيمه راس المال اللي انت محتاجه. ده موضوع جميل، واحنا اتكلمنا في فاينانشال مارج ولا لا مش فاكر والله، بس موضوع جميل جدا انك تعرف تتوقع انت قد ايه وفلوس اعمالك قد ايه؟ انا محتاج راس المال قد ايه؟ انت في لحظه من اللحظات هتلاقي نفسك مش محتاج خلاص، يعني اللي بتشتغله بتاخده بيغطيك بعد شويه يعني. وفي الـ في الـ واكتر بقى في الريل ستيت، الريل ستيت بيبقى يعني اخر من كده كمان. فالمهم يعني كاش ان كاش اوت، انت بتعمل استيميشن انت هتصرف ويبقى كلام حقيقي او قريب من الحقيقي، يبقى في تقريب باقل ما يمكن. كاش ان اللي عندك قد ايه؟ يعني كل فين؟ كل كاش اوت خلاص؟ نخلي بالنا من الموضوع ده مهم جدا. الكاش فلو فوركاستنج ده مهم جدا، وبيبين لك انت هتمشي ازاي، وتبقى عامل حسابك ان انت والموضوع ما قلنا اداره الفلوس. يعني ممكن انت يبقى معاك 20 مليون وما تديرهمش صح تقع، ممكن يبقى معاك 10 مليون وتديرهم صح تنجح. وبعدين انت كمقاول مش بتدير الفلوس اللي معاك بس، تديهم الفلوس اللي معاك الناس اللي هي السبلايرز بتوعك. لو انت مقاول شريف وامين تشتغل صح وسمعتك كويسه، هتلاقي السبلايرز بتوعك بيمولوك اكتر من ال 20% دولت ويستنوا فلوسهم. لو انت امين وسمعتك كويسه، انما حرامي وبتلف وبتدور بقى وبتعمل، انت اللي هتجيبه لنفسك وهتقع. المقاولين الباطن بتوعك، المقاولين الباطن على فكره يبقى واحد عنده مثلا 50 عامل 100 عامل يقدر يصبر عليك قد ايه؟ شهر 2 3. فده لو في ثقه بينك وبينه وانت بس تخليك صريح، يعني ما تروحش تقبض مستخلص وما تكفيش الفلوس تدي لحد وحد، لا تقعد معاهم كده يا اخوانا انا جالي مستخلص، انتوا مستحقاتكم مثلا مثلا 5 مليون، انا معايا دلوقتي 4 مليون، هنقسم ال 4 مليون دول على ايه؟ عليكم بنفس النسب. يبقى انت بتتكلم بتبقى في شفافيه وفي وضوح، ما حدش يعتقد ان حد اذكى من حد، وما حدش يعتقد ان هو هيخبي معلومه. طيب كاش فلو فوركاست، معلش انا ممكن بخرج شويه بالبلدي كده لان كلامنا كله براكتيكال وعلى سايد دلوقتي وعلى مشروع. سكيدولينج اوف سب كونتراكتورز ورك، ده ما حدش بقى ايه يعني، ما تفصلش ما بين شغل السب كونتراكتور بتاعك والشغل بتاعك والشغل بتاعك انت. لازم يبقى دارس الامور صح، والسب كونتراكتور بتاعك لازم يبقى عارف صح. وعلى فكره في مثل برضو ربنا الهمنا بيه من زمان قوي، يقول لهم دايما اقوى، بس الكلام ده زمان ايام ما كان في رئيس طبليه، دلوقتي ما عادش في رئيس طبليه دلوقتي. لا كان رئيس طبليه زمان ده مثلا الله يمسيه بالخير بقى ابراهيم بقى كان عايش، او
تقول له ابراهيم انا عندي 200 متر على الخرسانه عايزين يصبوا بكره في الدور مثلا الثالث، بيجيب لك عدد عمال يخلصوا لك ال 200 متر دول، يبتدي الساعه 8 يخلص الساعه 5 يخلصهم ال 200 متر، يخلصهم يخلصهم. طب خلي الدنيا تشتي خلاص وتبقى عندك مثلا 30 متر عشان صبهم ثاني يوم، هيعمل ايه ابراهيم؟ هتلاقيه ثاني يوم بدي الساعه 8 وبعدد ناس هيخلصوا لك ال 30 40 متر اللي فاضلين دول برضه من 8 ل 5. دي اداره، خلي بالكم يعني مش لازم الاداره ان انا اخد ام بي ولا اي بي ان اي ولا الشهادات بتاعتنا اللي بناخدها، لا دي الاداره اللي هي بيقعد يحسب عارف بشتغل ده قد ايه، ده يعمل قد ايه، ده بيشتغل كام، ده بيعمل ايه، بيعمل ايه، بيكلمهم ازاي، بيصرف معاهم ازاي، مره تلاقيه بيسحب معاهم وبيديهم سجاير، مره تلاقيه بيكلمهم كلام خارج، مره تلاقيه ماسكه ويديله كامله الكميه زي ما بيقولوا في يعني عارف كويس قوي الناس بتوع حافظهم وعارف بيتعامل معاهم ازاي. وانت احنا نفسنا ما عرفش نتعامل معاهم كده. ده كان اسمه رئيس قبليه زمان، انا بقول لهم ده ايه؟ ده احسن مدير في الموقع. طيب سبكونتراكت ورك لازم يبقى من ضمن البرنامج الزمني بتاعي، الزمني اللي انا بشتغل بيه. خلاص؟ استابلش ان اكونت كود، اكونت كود ده لازم عندي كود للاكونت. بيبقى بيحصل البريك داون بتاعي بتاع الريسورسز وبتاع المصاريف كان من الاخر، بيبقى باي اكونت بحيث ان كل حاجه لها يعني رقم واحد ترقيم واحد يعني كود، بيبقى كود يعني الزلط له كود، لو انا بعمل زلط ورمل كل خانه عندي او كل حاجه عندي او كل صناعه مصنعيه عندي لها كود. ده بيحصل بايه؟ لما انت بتعمل بريك داون لاي حاجه عندك بتبتدي من فوق مثلا من الواحد، تبقى واحد 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 اثنين واحد ثلاثه واحد اربعه وبعدين اثنين واحد واحد دي كذا، نفس الكود. اعتقد ان انا اتكلم الكلام ده احنا بنتكلم في رحله الفسحه بتاعت شرم الشيخ بتاع زمان، دي هتلاقي التكويد ازاي بتعمل الكود بتاع الايه؟ الاكتيفيتي او كود بتاع اي حاجه. Establish a method of reviewing and processing change orders. اي change order عندي احنا معرضين ان يحصل change order في الموقع. بيعدي المالك، بيعدي الاستشاري، بيعدي اي حد بيدي لك change order. change order عباره عن ايه؟ يا اما نفس الحاجه بيزود كميات او بينقص كميات، يا اما بيطلع لك بند جديد تشتغله. فده له طريقه وده له طريقه. يبقى انت عندك ايه؟ a method of reviewing and processing change order. يبقى change order له ميثودولوجي عندك عارف انت بتعملها ازاي وباينه وطبقا للعقد. لو انت بند جديد خالص لازم تلحق تعمل له بريك داون وتوديه ويعتمد طبقا طبقا لكل حاجه يعني طبقا للفيدك طبقا للعقد بتاعك اي حاجه يبقى منصوص فيه انت التشينج اوردر ده بتبقى ازاي. العقد مثلا في انت ليك مثلا عاده ليك 25% من اجمالي العقد اب اند داون. في ناس بتصمم ان هو يبقى على نفس البند، تقول لك لا البند اللي هو اب اند داون 25% يعني في ايه اختلافات دي طبقا للعقد اللي انت عامله. فانت لازم ايه تبقى عامل سيستم لايه؟ للريفيو والبروسيسنج تشينج اوردر. استابلش بروسيسنج سيستم. خلاص؟ نظام الايه؟ المشتريات بتاعك لازم يبقى واضح وعارف انت بتشتري منين وازاي وبتشتري ايه على كميه قد ايه، والبروسيسنج ده بيبقى ايه من ضمن البرنامج الزمني بتاعك ككوانتيتي وكتايم. طب مانج ديلي بروجكت اكتيفيتيز، اداره ايه؟ الانشطه بتاعت الديلي بروجكت اكتيفيتيز. يعني انا كل في معرفش انا حطيت لكم الكلام ده ولا لا، اللي هو الديلي ريبورت انا مش فاكر، بس هو انت فولت عندي ديلي ريبورت بيبقى فيه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كانت متخصصه النهارده تبقى ايه وعملنا منها ايه ومتاخره قد ايه او ظروفها ايه. ده كل يوم وحصل عندي مثلا زيارات ايه وعندي الناس اللي عندي قد ايه، عندي كشف في كل كام من الاخر انا ما اعرفش عملناه ولا لا، لكن برضه ان شاء الله بنفتكر نبقى نعمله باذن الله معانا. Coordinate field office activities. أنا عندنا فيلد اوفيس اكتيفيتيز، يعني في مكتب في السايت له اكتيفيتيز، المكتب الفني اللي في السايت. أنا لازم أعمل إيه كوردينيشن ما بين إيه؟ الفيلد اوفيس اكتيفيتيز مع السايت. ما فيش حاجة هتنزل أعملها في السايت إلا إذا كان معمول له إيه؟ شوب دراونج. خلاص؟ يبقى لازم تبقى تنظم وتترتب
قبل ما ايه قبل ما انزل السايت. وبرضه عشان نبقى ايه برضه عارفين ما يعني شوب دراونج. في ناس بتفكر ان الشوب دراونج ده ان انت تدخل على الساب ولا الاستاد ولا اي حاجه وتروح ايه واخده زي ما هو كده ونقله وايه وكتب عليه اسم المقاول والاستشاري والكلام ده كله اخره خلاص واخو ماشي وعدى. لا خلي بالك الشوب دراونج ده في اصله من ايام ما كنا بنعمله بايدينا وبالمسطره التي وبالمثلثات والكلام ده كله للاخره. الشوب دراونج ده عباره عن الرسمه اللي انت هتعملها في السايت تاني يوم. خلي بالك ليه بقى؟ انا هقرب لكم حاجه قريبه من بعضنا جدا. هفترض ان انا عندي عماره معموله كلها على ايه؟ على اساسات منفصله. مش هطلب حاجه معقده دلوقتي. طيب جاني الرسمه فيها ايه؟ اساسات في بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 بي 6 وموجوده على الايه؟ على الاكسيس والكلام ده كله الاخر. انا بروح اعمل ايه؟ بروح سارد الاكسيس بتاعتي خلاص؟ واروح جاي راسم عليها ايه؟ راسم عليها القواعد يعني زي ما حرس زي ما حصل في الموقع. الموقع بقى ما اشتغل ازاي؟ بروح جاي حاطط الاكسيس بتاعتي بتاعت الكولمز او الاكسيس بتاعت الحيطان وعامل الكولم يمين وشمال وبعدين محدد من الاكسيس بتاع الكولم واروح عامل ايه؟ حامل حوالين القواعد. او انا اصلا حاسب السنتر بتاع العمود وحطه وحطت العمود حواليه وابقى هو ده السنتر اللي انا بشتغل عليه ايه؟ القواعد حواليه. فانا بقعد بدل ما اعمل الكلام ده في السايت على طول لا انا بعمله على الورق. ليه بقى؟ لو انت جيت حطيت الابعاد بتاعتك اللي هي اللي موجوده في الرسم وحطيتها على الورق قبل ما تنزل السايت هيبان لك ممكن يبان لك مشاكل كتير جدا 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 جدا. ممكن تلاقي قاعده على الاكس دخل في قاعده ثانيه جنبيها بقى كومباين فوت ماشي. ممكن تبص تلاقي قاعده حطيته في مكان وبعدين بتبص على الـ على الـ على الـ مثلا البلان بتاع الارضي تلاقي العمود ده سد لك شبابيك بابواب فوق او شبابيك فوق. فال الشوب دروينج على بيسموه ايه؟ الشوب دروينج يعني رسمه الورشه اللي انت المفروض بتعمله عشان تتاكد ان اللي هيشتغل في السايت ده شغال 100%. ما بقول شغال وهو مغمض، لا شغال ومفتح، لكن مفتح على حاجه صح. ما خلوش في الموقع ينزل يشد الاكسات بتاعته وتحط الاندام وتحط الاعداد بتاعته وتيجي تبص تلاقي ايه؟ في قاعدتين ثلاثه دخلوا في بعض وهم اصلا في الرسمه يا عيني جايين مفصولين. يبقى انت هيرجع لك تاني بقى وتخش في قصه يقول لك لا ده انت اصلا فاهمني. فانا بكلمك الكلام ده بتواريخ بوقائع. فانت الشوب دراونج ده مش اسمه الشوب دراونج يعني رسومات ورشه. يعني انت قبل ما تنزل تشتغل في الموقع متاكد ان اللي انت هتخططه في الموقع مطابق للرسم اللي في ايدك ده اللي ما فيهوش اي ملاحظات. وتقدر انت بقى في الحاله دي هتبان لك الملاحظات وانت بتعمل الرسمه بتاعتك. ودي التفسير او الترجمه الفعليه لكلمه شوب دراونج. خلاص معلش هنط على حته ثانيه برضه ما دام كان في دراونج. في الاس بيلت دراونج. اس بيلت دراونج عباره عن ايه؟ الرسمه كما هي. انا صبيت عمود، العمود ده اترحل 2 سم احطه مترحل 2 سم ما اعملش فيها بقى ان انا مش عارف ايه، لا احطه 2 سم فعلا واحطهم على الرسم واقول ان انا عندي العمود ده اترحل كده 2 سم. اقوم اعمل ايه بقى؟ ما هو كل حاجه لها تولرنس. خلي بالك ما هو ما ترحلش، لو ترحل 15 سم ده لازم بقى نلاقي له حل هندسي، انما 2 سم هيخليك تعمل ايه بقى؟ هنفكر في البياض، هنفكر في المباني، هنفكر في التشطيبات هنعملها ازاي؟ يبقى بنفكر قبل ما نشتغل قبل ما ننزل السايت. عشان كده ما ناخدش الكلام ده على انه هو اوراق ومستندات وادي احنا بن ايه؟ نعملها وبنكملها. عشان كده قلت لكم اللقاء بتاع النهارده ده لقاء هام جدا، لقاء بنتكلم فيه بروجكت مانجمنت مع سايت مع 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 ديزاين مع يعني اللي ما يلاقيش الكلام ده
في المشروع اللي هو فيه او اللي هو اللي داخل له، لو مزنوق قوي يدخل يتوكل على الله او يشتغل يمشي زي ما الريح وودته، وايه ويجهز نفسه ينط على حته ثانيه. انه مش لو حاجه ما فيهاش كلام يقول ده ايه اول اخره، حط في دماغك ان هو بقدر ما بعد عن الكلام اللي بنقوله ده بقدر ما هيقع. انا مش بتمنى لحد حاجه وحشه ان يقع او الى اخره. انا بقول لكم اللي هنتكلم عليه النهارده ده الحد الادنى لنجاح اي مشروع. مع بقى مدير المشروع معاه 10 بي ان بي و15 اي بي ان اي و19 برنس 2 ومش مطبق الكلام ده، يبقى بالسلامه متشكر منك. وعلى فكره البي ان بي والبرنس 2 دول ميثودولوجيز، دول لو في شركه بتطبق البي ان بي على بعضها، البي ان بي ميثودولوجي لازم الطقم كله يبقى عارفها، دي ميثودولوجي وفيها البروسيدرز بتاعتها، فيها كل حاجه بتاعتها. لو البرنس 2 كمان اخطر من البي ان بي، لو لا لازم كل الناس تبقى بتشتغل بيها، ميثودولوجي كامله، بروسيدرز كامله، كل حاجه كامله، فلازم اعرف الكلام ده كله. انما اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ده النهارده ده، انا بتكلم على واقع ما بين العقود وما بين الاكتيفيتيز اللي في السايت وما بين الاوتبوت اللي انا عايزه من كل ايه؟ من كل حاجه. خلاص؟ كوردينيت فيلد اوفيس اكتيفيتيز مانج ديلي بروجكت اكتيفيتيز بقى كوردينيت ايه؟ فيلد اوفيس اكتيفيتيز اللي هي الفيلد اوفيس اكتيفيتيز اللي هي. وبعدين على فكره بالمناسبه دي برضو اصغر حاجه، ان انا بالنسبه لي وانا مدير المشروع برضو انا مش عايزكم تعكننوا برضو على المنصب في المكتب الفنيه. انا كل واحد في المكتب الفني لازم اخر النهار ريبورت هو عمل ايه النهارده. خلي بالنا ده موضوع مهم جدا. ليه بقى؟ لان انا ممكن يبقى عندي شغل في التكنيكال اوفيس مطلوب مهندسين اكتر، فاقدر ممكن يسهر يعمل لها حاجه ثانيه. بمعنى ايه؟ يا احنا مثلا بنبتدي الشغل في التكنيكال اوفيس مثلا سي 8 الصبح، بنقف 12 ناخد ساعه راحه، وبعدين بنرجع ساعه واحده، بنقعد من واحده لايه؟ لخمسه، بعدين الخمسه، بعدين الاربع ساعات الصبح او يعني هم 8 ساعات موجودين. انا من الصبح لغايه مثلا الساعة 12 عملت مثلا ايه؟ لوحة كذا 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 كذا. سجل. ده ديلي ريبورت. انتاجية. ودي حلوة لمين؟ للاثنين. الطرف اللي هو المهندس اللي بيشتغل يبقى عارف ان هو انتج النهارده ايه وعارف مستوى انتاجه ايه. خلاص؟ البروجكت نفسه الحاجات دي كلها المفروض بتتحطم من البرنامج. انا ما باجي اعمل برنامج للشغل ببقى حاطط وقت معين للتكنيكال اوفيس اللي هيعمل الشوب دراونز مثلا او الاسبيل دراونز، فببقى عارف ان هو ماشي طبقا للبرنامج. الحاجات دي كلها متشابكه مع بعض. عشان كده انا بقول لكم ما فيش حاجه اسمها اداره بايظه. لا، مش حاجه اسمها اداره بايظه. اداره بايظه انا ما طبقش المبادئ دي، واللي ما طبقش المبادئ دي يبقى هو ما ايه؟ ما هوش مدير. يلا معلش انا والله ما بغلط في حد ولا بتكلم عن حد ولا اقصد حد، بس انا بتكلم لان حاسس ان الوقت بقى ضيق لينا كلنا، مش ليا انا خلاص، انا يعني انا بقيت شباب، انتوا العواجيز بقى ولازم تنطلبوا دلوقتي، يبقى كل واحد فيكم فاهم يعني ايه اداره حقيقيه بالبرنسبلز بتاعتها، بالفانكشنز بتاعتها، باستخداماتها، بتطبيقاتها جوه الموقع، تبقوا عارفين الكلام ده كله، لان السوق طالع ومنتهى السرعه. هتشوف انا بكلمكم، انتوا ولادي واحفادي، وانا بكلمكم كلام اللي هو ينفعكم. خلاص؟ طيب كوردينيت فيلد اوفيس اكتيفيتيز، ففيلد اوفيس اكتيفيتيز تبقى واضحه. ممكن بتاع التكنيكال اوفيس يعرف فيها حاجات كثيره جدا برضو. برضو يا رب افتكر برضو اعمل لكم برزنتيشن على التكنيكال اوفيس. التكنيكال اوفيس بيعمل حاجات كثير قوي، بيعمل شوب دراون وبيعمل حصر وبيعمل مستخلصات مقاولين وبيعمل مستخلصات عميل وبيعمل ديتيلز للموقع، بيعمل حاجات كثيره جدا جدا، وبيعمل حصر حاجات كثيره جدا من التكنيكال اوفيس. واعتقد ان ممكن ان احنا نعمل برزنتيشن على الموضوع ده بالذات، مهم قوي. والتكنيكال اوفيس زي ما بقول دايما يا اخوانا عشان تبقوا عارفين، التكنيكال اوفيس هو مخ المشروع، عقل المشروع،
المشروع ما فيهوش تكنيكال اوفيس ده مشروع ما فيهوش عقل. طيب الدوكيمنت سيجنيفيكانت اكتيفيتيز، دوكيمنت سيجنيفيكانت اكتيفيتيز، الاكتيفيتيز اللي عندك في الموقع لازم تبقى لها كل الاكتيفيتيز لها دوكيمنت بتاعها. طبعا احنا بنتكلم عن اكتيفيتيز، مش واحد مثلا راح مشوار يعمل حاجه، اما دي اكتيفيتي مش هتبقى، عشان كده كاتبين هنا ايه سيجنيفيكانت اكتيفيتيز، دوكيمنت سيجنيفيكانت اكتيفيتيز. اي اكتيفيتي عندك في الموقع لازم يبقى لها يعني ايه، يعني انت مثلا خلصت نجاره مثلا، خلصت حداده، خلصت خرسانه مصلحه، خلصت صب، الحاجات دي كلها تبقى دوكيومنتد. وبرده الموضوع ده له برده في الكواليتي كنترول، يبقى في انسبكشن اند تيست بلانز موجوده. موضوع برده تاني موضوع جميل الحقيقه، واعتقد انا عندي حاجات كده من هذا القبيل ان شاء الله اعملها لكم، اللي هو ان انت يبقى عندك اكسل شيت واخد لك الموضوع من اول اخره. يعني انت الخرسانه انت داخل تستلم مثلا اعمال الخرسانه، اول حاجه تستلمها ايه؟ اللوكيشن بتاع العمدان، حاجات لو هي مرسومه على الارض، او بتستلم مثلا النجاره اللي هي هتحط جواها الحديد، وبعدين تروح تستلم الحديد مثلا جوه، وبعدين تستلم بقيه التطبيق بتاع العمود، وبعدين تستلم التقويه بتاعت العمود. فكل دي ستيبس موجوده في ايه؟ في شيتس من ضمن الانسبكشن اند تيست بلانز، وان شاء الله ربنا يقدرها ان شاء الله ونصلحها باذن الله وتكون مفيده لكم باذن الله كلكم. طيب مونيتور بروجكت سكيدجول، خلي بالك البروجكت سكيدجول ده طبعا كل حاجه لها ليفل. بمعنى ايه؟ يعني انا مدير مشروع المفروض ان السكيدول بتاعي يجيني مثلا لغايه مثلا خرسانه مثلا بتاع الدور الفلاني او الى اخره. انما السكيدول الحقيقي لازم يعني مع الكونستراكشن مانجر يبقى عارف هو النهارده عنده كم نجار وهيعملوا كم متر، عنده كم حداد وهيعملوا كم متر، والمبيض عنده كم مبيض وهيطرطشوا كم متر، وعنده كم مبيض وهيبققوا ويوصلوا كم متر، وعنده كم مبيض هيملوا كم متر. بمعنى ايه؟ يعني انا كمدير مشروع ما انا مش محتاج لده كله، انما ككونستراكشن مانجر لازم يبقى عارف الكلام ده كله لاسباب كثيره جدا. اولا عشان انا اتابع من قريب، الكلام ده على فكره مش صعب، خلي بالكم ده مش صعب ومش جديد ولا مخترعينه ولا جاي من كتب، ده الكلام ده ابهاتنا وجدودنا كانوا بيعملوا كده. انا بكلمكم كلام من تحت، من واحنا بنشتغل بايدينا. محدش يروح لما يكون عارف هو النهارده اللي كان مخطط له عمله ولا لا، لازم ابقى عارف. فبتبتدي منين؟ من تحت خالص، اللي كنا بنقول عليه في اول اللقاء بتاعنا النهارده، سوبر انتندنت اللي هو الراجل الطويل العريض اللي هو مدير المشروع بيتكلمه بالعافيه. طيب احنا اتاخرنا، بيتهيألي برضه انا يعني باخد معاكم، بس انتوا ما شاء الله عليكم. طيب مونيتور بروجكت سكيدول، لازم مونيتور بروجكت سكيدول كويس. مونيتورنج يعني ايه؟ زي مونيتور يعني ان انا براقبه وبتابعه. ريكورد انسبكشن اند تيست داتا، الانسبكشن اند تيست داتا دي كل واحده يعني الانسبكشن اند تيست بلان بيبقى من ساعه مثلا انا عشان انتج الحاجه بعمل ايه؟ بيبقى عندي الماتيريال، بيبقى عندي الماشينري بتاعتها، بيبقى عندي ايه؟ المان باور اللي بتعملها. فاللي بيحصل ايه؟ بتدخل لي الماتيريال، لازم ابقى عارف كويس الماتيريال اللي جاياني، هعمل تيست اللي عليها ايه؟ سواء فيجوال تيست او فيجوال انسبكشن. ولو في تيست، لو انا بعمل مثلا اي حاجه بقى، لو خرسانه بعملها مثلا ستامب تيست بتاعها والمكعبات بتاعتها، لو انا مثلا الماتيريال بتاعت كومباكشن او اي حاجه، لو جايب لي رمله، احنا الرمله زمان كنا ما ندخلهاش الموقع كده، كنت لازم اخد شويه في كوبايه واقلبها واعرف هي قد ايه وفيها ملح فين وفيها، يعني كان في حاجات زمان بنعرفها واحنا شباب للاسف اتنسف مش موجوده دلوقتي، بس احنا بنعملها يعني. فالمهم الريكورد انسبكشن اند تيست داتا لازم يبقى ريكوردد، لازم، وبتبان في الديلي ريبورت، خلي بالنا، وتبان في الريكوردز عندك. والنهارده الموضوع دي بقت سهله ليه؟
الكمبيوتر عندي، انا عندي واحد قاعد على الكمبيوتر تك تك اول حاجه كل حاجه معقول ادي بتاعه ده وده 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 شغال. بقت الدنيا اسهل مليون مره من اللي كنا بنعمله زمان. خلي بالنا مينتين جوب فايلز ريكوردز، مهم قوي مهم قوي مهم قوي. احنا دلوقتي اتكلمنا على دوكمنت كنترول كده برضه، احنا عملنا لقاء على دوكمنت كنترول، عملنا لقاء على دوكمنت كنترول. لكن في حاجه ثانيه مهمه قوي، الفايلنج سيستم، وعايزين نعملها برضه. الفايلنج سيستم ده ازاي تعمل فايلنج سيستم بتاعك بتاع مشروعك من اول ما بتبتدي لغايه ما تسلمه، بيبقى عندك فايلز قد كده يعني ممكن توصل معاك 300 400 فايل. الكلام ده الحقيقه يعني انا ما الفتوش، انا برضه اخدت من شركه كبيره جدا، شركه مشغله مشهوره جدا، مش دعوه اقول عشان ايه ما يفهوش او عليا دعوه اختلاس ولا دعوه حاجه، وبس بطورها بقى كل ما فوق بدخله بظبط الفايل سيستم بتاعه بناء عليها، نعمل حاجات اللي هي. وبرضه كنا زمان كنا بنعملها فايل سيستم بالكتابه، بريك داون بالكتابه يعني اسم الفايل مثلا كذا بوست كذا بالكتابه، لكن انا حولتها برضه لايه؟ لفايلنج لسب فولدرز، فولدر وسب فولدرز وكده، بحيث انها ممكن تشتغل فولدرز، بتشتغل ايه؟ على يعني الكمبيوتر بي دي افات ونحفظها والكلام ده كله، تحفظ يعني كفايلنج سيستم، وتبقى معاك فايلنج سيستم بره في ايه؟ في الملفات بتاعتك. والريكوردز طبعا. طيب ريكورد از بيلت داتا اون ريكورد درونز سيت. زمان قوي قوي قبل الكلام الجميل اللي انتم بتعملوه دلوقتي ده، انتم اللي ما بعرفش اشتغل بيم دلوقتي بيقول انا تخلفت. احنا يعني نعرف البيم طبعا اهميته ونعرف كل حاجه، بس انتوا طبعا ان شاء الله عليكم فود الناس دلوقتي مستواها يبقى اعلى كتير قوي من موجود. انا متفائل يعني بصراحه بيكم جميعا يعني. اللي عايز اقوله ايه؟ احنا كنا زمان قوي زمان حتى الشركات الكبيره يعني شيو ده وبيكتل وتكنيب كنت اشتغل معاه، كان لازم يبقى عندي في الموقع نسختين رسومات اللي هي الشوب دراونز، لازم شوب دراونز يعني فايلين كده رسومات، يا اما متعلقين. طب بتكلم على الورق بقى، انتوا دلوقتي ما شاء الله عليكم بتشتغلوا دلوقتي كله 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 يعني الكترونكس، وسهل انكم تعملوها، بس انا كنت بقول لكم على اللي فيها عشان نبقى عارفين برضو ايه الافكار الاصليه جايه منين. فكان زمان انا جيت في الموقع وحصل جاني مثلا ايه فاريشن اوردر، امر تغيير. طيب حاضر، بروح اعمل ايه؟ اخد امر التغيير ده واروح جاي على النسختين دول وحاطط عليها امر التغيير اللي جالي، ان جاني امر تغيير بتغيير كذا ان غير من الحاجه الفلانيه للحاجه الفلانيه، لو حاجه في دايمنشن ماشي، حاجه في كذا كذا، واروح كاتب جنبها ايه سي فايل رقم كذا، يعني رقم الامر اللي جاني تشينج اوردر وهو في الفايل ايه، بحيث انا في اخر المشروع لما باجي اعمل بقى الشوب دراونج او الاسبيل دراونج، الاسبيل دراونج اصلي بفتح الرسمه دي فيها كل ما حصل من التغييرات والريفرنس بتاعها اللي موجوده في الفايل والامبليكيشن اللي عليها. الكلام اللي انا جبته ده هل انا سعرها كام؟ هل انا يعني هل هي من ضمن الـ 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 الاسعار الموجوده في المقايسه بتاعتي ولا توصيف جديد او حاجه جديده بقى لازم اعمل لها بريك داون ثاني واقدم واعتمد البرايس بتاعي وهكذا. يبقى انا عندي نسختين رسومات، ده تراديشنال ده اللي احنا متعلمينه من واحنا ايه عواجيز يعني مش شباب زيكم مش شباب زينا دلوقتي. فالمهم لازم يبقى فيه نسختين رسومات. انا اي ريكومند ان المكتب الفني يبقى فيه حاجه زي كده مع اثنين مختلفين، مع اثنين من المكتب الفني. دي اول مره اول فكره دي دلوقتي انا معاكم يعني. ليه؟ عشان برضه في اخر المشروع لو ده مش موجود ده موجود، لو ده حصل مع حاجه يبقى احنا يعني ايه؟ بالاضافه لنسخه هارد كوبي برضه. مهمه برضه. تمام؟ طيب. اديك اكتيفيتيز ايه تاني؟ بريبير بروجرس ريبورت. لازم يبقى عندي بروجرس ريبورت. البروجرس ريبورت مظبوط بمعنى ايه؟ انا ممكن اعمل البروجرس بتاعي اسبوعيا، وعلى فكره انا جميع المشروعات
لازم on a weekly basis. لو انا استشاري ببقى عامل weekly report في كل حاجه، كل حاجه يعني كل حاجه، يعني البروجرس والكواليتي والسيفتي والفاينانس والارنت فاليو، كل حاجه تبقى موجوده لازم. وده احد اسباب النجاح، وده احد الحاجات اللي دلوقتي لما تيجي تتكلم مع حد على اللين كونستراكشن مانجمنت او على ال اللهم صل على بشير النذير اللي هي السمول بيس ده اللي احنا المهم يعني ان الـ ان الليتست سيستمز في البروجكت مانجمنت قايمه على كده، ان انت يبقى عندك الايتريشن بتاعك صغير، ده يخليك دايما فاهم. ويكلي بيزز لازم ويكلي ميتنج، خلي بالنا ما فيش مشروع هينجح الا اذا حصل هذا الكلام، لان خلي بالنا برضو عشان دي برضو كلام ما بقوله دايما، يا رب برضو يفضل في دماغنا. لما بيحصل معايا مشكله النهارده لو حلتها النهارده هتتحل مجانا، خليتها لبكره هتكلفني 100 جنيه، طب بعد بكره هتكلفني 500، طب الاسبوع الجاي هتكلفني 2000 جنيه، طب لو قعدت شهر مش هتتحل. يبقى انا كل ما كانت المشكله عندي وحلها بمنتهى السرعه يبقى انا ايه؟ انا الكسبان. مهما كان لو انا اللي عامل المشكله ابقى واضح وصريح واكلم عليها واقولها واحلها. خلاص؟ وما اتكسفش. انا كونسلتنت، انا عندي مشكله حاجه فنيه وخلاص واتحلت وعملت او حلها كذا او محتاجه مناقشه، موجودين. موجودين. ما نقولش ان احنا يعني احنا ده يبقى نبقى صراح ونبقى بـ 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 ده عشان ننجح خلي بالنا. خلاص؟ طيب. ريفيو مانثلي بيمنت ريكوست، لازم قبل الشهر ما يخلص. انا ليا المفروض عاده ما اعرفش يعني في مشروع بيبقى يوم في مشروع بيبقى مده اكبر، انما ما يجيش عليا لو انا مكتوب لي ان انا اون مانثلي كل شهر دي مانثلي بيمنت ريكوست، لازم اعمل حسابي ان انا هعمل التاريخ اللي موجود، لازم انا قبليه بيوم باتنين انا مخلص الريكوست بتاعي ومجهزه ومراجعه وابقى جاهز، عشان ما يتلككش عليه انت اتاخرت يوم اتاخرت يوم كامل كله مش مالك لما معاك. دي نقطه. طب النقطه الثانيه ودي الاخطر بقى، ممكن يجي في العقد يحط لك شرط يقول لك ايه؟ يقول لك المافي بيمنت او الانتر بيمنت سيرتيفيكت اللي هو المستخلص الشهري لا يقل مثلا عن 10 مليون. يعني لو انت خلصت في الشهر ده ب 9 مليون ونص ما يعملكش اسمه تبقى للعقد. فانا لازم اعمل ايه؟ مش اضحك عليه بقى ازود كميه والكلام ده كله اخره. يبقى انا وانا ماشي في شغلي اعمل حسابي ان انا اشتغل بالاكثر من 10 مليون. عشان لو حاجه قلت حاجه خست حاجه عملت يبقى انا جوه. خلي بالك عشان كده، ما هي يا اخوانا هو دي الاداره يا اخوانا، الاداره مش ان انا البس البدله بقى واتزوق ورايح اعوج لساني واتكلم انجلش واقعد اتكلم باكسبريشنز اللي قدامي مش فاهم عشان ابقى اسمي بروجكت مانجر، لا دي بروجكت مانجر والحاجات دي كلها مش بقول مش انا اللي هعملها بايدي كبروجكت مانجر، عندي الناس بتوع التكنيكال اوفيس اللي هيعملها لي، عندي الناس السكيدولرز اللي بتعملها لي، عندي ناس الكونستراكشن اللي بتعملها لي، عندي ناس بتوع الكيو اي كيو سي اللي بيعملوها لي، عندي ناس بتوع السيفتي، كل واحد بيقول بيعمل شغله، وانا كبروجكت مانجر الكلام ده كله انا باخده معايا وهو ده بيبقى ايه؟ اللي بيعمل لي اما بيعمل لي الويكلي ريبورت يا اما بيعمل لي المونثلي ريبورت. طب انا عايز اقول لكم على حاجه ودي مش سر، يعني اخر مره كنت شغال في السعوديه كان عندي فروع بنك كبير على مستوى السعوديه كلها. انا كان في بلانر في مصر شاطر قوي ما شاء الله عليه، شاب محترم وعمل دكتوراه في المانجمنت محترم ممتاز ممتاز. فده كان اون ويكلي بيزس بعت لي كل ويكلي ريبورت كامله عن 14 15 مشروع، واخر كل شهر معايا ثلاث اربع ايام بيحضر معايا المونثلي ريبورت. كان معانا مثلا 15 بروجكت كان المفروض يخلصوا في سنه، احنا مخلصين 12 13 قدام
يعني ايه ايام ونخلص الثلاثه التانيين. وده النظام اللي يخلص الشغل. ما حدش يعتقد ان الريبورتات تضيع وقت، ولا حد يعتقد ان الميتنجز تضيع وقت، ولا حد يعتقد ان الاساليب العلميه تضيع وقت. انا بقول لكم على ايه؟ على الاصول وعن الاداره، عشان انا بسعد جدا لما بلاقي ولادي واحفادي قاعدين بيتكلموا على الفيسبوك وقاعدين بيقولوا الاداره ومش الاداره ومش عاجبهم الاداره واداره فاشله. طبعا هم مش قصدهم، انا فاهم مش قصدهم كده، لكن ما فيش حاجه اسمها لا فيها اداره واداره ناجحه. مش اداره، الاداره تبقى ناجحه. ما هو ما ينفعش، وانا لو مش لو انا عندي اهدافي محدده ووقفت عشان الوزير بتاعي اوصل للوزير اخلصها، ده مشروع، ده مش لعبه، ده متابع عشان ما يتعطلش يوم او ما يتعطلش لمده معينه او ما يغلق او ما يبقاش عليا انتكيشن او حاجه ما 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 ما, 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 ما تخلص. وزي ما قلنا اي مشكله تقعد بتكبر وبتكبر وبتكبر، والامبليكيشن لو انت ما حلتوش ساعتها هيغلى وهيغلى وهيغلى وهيغلى، هتلاقي نفسك بعد كده الكوست بتاعك بيزيد وبتتاخر وبيحصل، وده سبب المشاكل كلها اللي بتحصل في نهايه كل مشروع. طيب ريفيو تشينج اوردرز بروبوزلز، قلنا الكلام ده. ريبير ذا بروجكت كليمز، خلي بالنا احنا ان شاء الله هنتكلم على في الفيدك، هيبقى الكليم طبقا للفيدك. هو طبعا في القانون المصري موجود، بس انا اي بريفير ان انا يعني الموضوع ده هياخد وقت كتير، يعني ما اظنش ان احنا هناخد اقل من 25 ساعه، يعني 25 6 6 3 18 يعني 18 20 ساعه عشان نقراه، عشان نقراه نقرا الفيدك مع بعض ونعرف هو الاخر ايه. هنعرف فيه وضع الكليم، الكليم لو ما اتعملش في وقته يعني له ايام معينه طبقا للكونتراكت، اذا ما قدمتوش في الوقت بتاعه ضاع عليك خلاص. التشنج اوردر او الفاريشن اوردر لو ما اتعملش او طلبت الابلكيشن بتاعه في وقت معين ضاع عليك برضه، فانت لازم تبقى عارف معاك كونتراكت مانجر فاهم وعارف خلاص. ولو حتى ده حتى برضه ريكومنديشن، انا كنت شغال مع شركه كبيره وكانت شغلها مع كلاينت، الكلاينت نفسه ما عندوش كونتراكت مانجر قوي ولا تكنيكال اوفيس قوي ولا تكنيكال اوفيس قوي ولا ما عندوش اي حاجه. طيب يا اخوانا هذا ادعى ان انا يبقى عندي سيستم قوي وتكنيكال اوفيس قوي وكونتراكت مانجر قوي عشان الكلام ده كله اعمله واقف فيه واظبط مستحقاتي اول باول. والله يعين كل واحد، احنا بنتكلم بنحاول ندي اللي ربنا عطاه لنا واللي ينجح فعلا المشروعات واللي نجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى. وعلى فكره النجاح مش خساره من حد، نجاحك في مشروعك كمدير مشروع ده نجاحك الطقم اللي معاك من اول اخره، ونجاحك انك تتعامل بما يرضي الله مع كل الناس اللي معاك ومع اللي اقل منك ومع اللي اعلى منك في الشركه. تمشي مع كل واحد ياخد احترامه وياخد بمنتهى والاداره بالحب. انا قلت قبل كده الاداره بالحب موجوده من اول الالفينات، موجوده بالحب. زي ما بنقول انت بتحب ابنك بتحب ابن الجيران، لو ابنك عمل غلطه تعمل ايه؟ تمسك ابنك يعني تبقى اقصى ما يمكن عليه. ابن الجيران بتقول له ايه؟ طبطب عليه بتقول ما تعملش كده يا شخص. يعني لا يعني الاداره بالحب ان هي هتبقى ايه؟ الترم اللي ماشي دي حاجه ماشيه بالحب، لا يعني ماشي بالحب ده ماشي صح. خلي بالك الترمينولوجي بتاعتي، معلش انا مش بشتغل مصلح اجتماعي، انا بشتغل مهندس وبشتغل مدير مشاريع وبشتغل مدير شركات يعني بصرف الاداره. بس انا بقول لكم على فعلا في حاجه اسمها الاداره بالحب، مانجمنت باي لاف، دي موجوده، علم موجود، بس للاسف اعتقد ان انا عملت معاه في بعض زمان بس يعني ايه مش افيلبل فيه دلوقتي. المهم ريفيو تشينج اوردرز بروبوزلز، عشان يبقى بروبوزل لازم يبقى يتابع. وده عاده بيبقى مع مين؟ مع الكونتراكت مانجر. خلي بالك ريبير ذا بروجكت كليمز، الكليم ده مع الكونتراكت مانجر. خلي بالنا انا كوردينيشن ميتنجز، كوردينيشن ميتنجز دي في قطاع المقاولات انا بقول لكم هذا الكلام. لو انا ما عنديش مشروع مقاولات يعدي يوم من غير ميتنج، كل يوم انا في الاوبريشن، ده انا في مصنع، ده انا في ورشه، كل يوم الساعه 12 1 بقى زي ما تطلع اعمل ايه؟
الطقم بتاعي اللي موجود، مش كل الناس يعني الهيدز بقى بتوع كونستراكت مانجر، الكواليتي مانجر، السيفتي مانجر، كل الناس المانجرات بتوعنا بتوع التيم قاعدين مع بعض. يا باشمهندس احنا الميتنج بيضيع وقتنا، الميتنج مش عارف تقول اخوانا انا الميتنج انا مش انا مش هنطق بكلمه. احنا قاعدين مع بعض، اللي عنده مشكله، اللي عنده موضوع عايز في حاجه، عايز تسال في حاجه، احنا موجودين مع بعض. خلاص؟ خلصنا في 5 دقائق؟ ادي احنا شفنا بعض وسلمنا على بعض، لحقنا نكشف نلاقيهم مع بعض ماشي، ما لحقناش خلاص. بس احنا نعمل ايه؟ شفنا بعض وتاكدنا ان مفيش عنده مشكله. اؤكد لكم مفيش مره اجتمعنا انا حاطط البرنسبل ده، تعالوا هنقعد مع بعض 5 دقائق 10 دقائق نشوف كل اللي عندنا ايه، لان مفيش حته ما فيهاش مشاكل، مفيش حته ما بتتعملش. ده بالنسبه للكوردينيشن ميتنجز، خلي بالنا. ففي قطاع المقاولات انا اي ريكومند، وده بقى اللي موجود في الاجايل دلوقتي، موجود في كل السيستم اللي هي طالعه. وطبعا كتر خير الناس بتوع الاي تي اللي هم حطونا البرنسبل دي كلها وسمونا ووتر فلو. لا انا بقول لكم هذا الكلام ده، هو ده الاجايل اللي بيتكلموا عليه بتوع اسمه ايه ده؟ اه طبعا مش خبير اجايل لكن قاري فيها بسرعه يعني. خلاص؟ طيب انا ماسك شركه مقاولات، انا بكلمكم على حاجات براكتيكال، بنقل لكم هذا الكلام ربنا اللي يعلم يعني. يعني انا مش خلاص يعني احنا يعني مش بقول للجماعه، انا مش مؤمن ان الواحد بقى يعني يستجدي بقى الدعاء الى اخره، لا ما حدش عارف الحياه هتوصلها لغايه فين. انا مؤمن الانسان لازم يظل يعمل ويشتغل وينتج ويأد فاليو لغايه ما ربنا ياخد وديعته. فاللي انا عايز اقول لكم عليه دلوقتي حاجه، اللي بيشتغل في قطاع المقاولات لازم، اللي ماسك مدير شركه المقاولات، انا بكلمكم على برضه على واقع، لو انت ماسك مدير عام في شركه المقاولات لازم الاسبوع بتاعك كل يوم الصبح تصطبح في المواقع بتاعتك. ما تقولش موقع معين انت رايح له، بس لازم لو انت عندك 15 20 مشروع يتقسموا على 6 ايام بتوع الاسبوع، تعدي عليهم كده صباح كلمه حلوه، حاجه ساقعه، حاجه سخنه، واقف مع الناس عارفينك وعارفهم وعارفين ان في عين كبيره بتتابعهم. خلاص؟ وبتستنى تقريرهم اليوميه والاسبوعيه. لازم عشان قطاع المقاولات ينجح، وده دي انا بوجهها برضو، مش بوجهها انا مش احسن من حد، الناس اساتذتنا كبار شركات المقاولات الكبيره وكلهم اساتذتنا ولهم كل الاحترام. لازم اجتماع اسبوعي اضعف الايمان للبورتفوليو. لازم اجتماع اسبوعي كل المديرين بتوع البروجكتس مع مديرين البورتفوليو مع مديرين البروجرامز مع بعض. في 5 6 7 8 10 مشروعات احنا قاعدين ومش بنجيبهم علشان نكلمهم نقول لهم خطب، ولا عشان نفك عقدنا بقى ونبين ان احنا يعني التوب مانجمنت، ولا لا، عشان كل واحد عنده مشكله جميع المديرين اللي في الشركه موجودين. الاتش ار، مدير المالي، المشتريات، مدير الورش، كل الناس المسؤوله عن الانتاج في الموقع ومديرين المشاريع كلهم موجودين. With no exception. كل واحد عنده مشكلة، عنده حكاية، عنده خاطر، عنده نكتة، ماشي. احنا كلنا ايه؟ حاسين ببعض، حاسين ببعض. تبقى انت كده بتدير بنجاح، بتحب الناس، بيحبوك، حاطط نتائج كويسة. وبرضه اللي بقول لكم عليه، ما فيش اجتماع من دول الا ما بيجان حاجة. طبعا الناس بتضحك عليا فيها الحتة دي وبتقول لي ده اصل عشان ده، لا، احيانا بيبقى انت مثلا في مشروع محتاج مثلا 1000 عيار، انا محتاج 1000 عيار، فالاقي واحد في مشروع تاني اقول له ده انا لسه فاكر 1000 عيار النهارده، بكره يبقى عندك. انت حملت روح بين الناس وبعضها ان انت كيونت. ده برضو دي مش اسرار اداره ولا حاجه، بقول لكم ده الكلام ده بما يرضي الله، وده اللي بالحب، وده اللي بيحب شغله واللي عايز يوصل وعايز ينجح فيه. انا اسف طولت عليكم. مانج ديلي اكتيفيتيز ريكوير كونفورمانس وذ سيفتي بروفيجنز. خلاص؟ دايما بالكونفورمانس مع السيفتي بروفيجنز، ان احنا مع كل السيفتي، لا يعني هكلم احنا ما اتكلمنا على السيفتي
اللي عملناها دي كانت ايه؟ مقدمه وبسيطه جدا عشان اعرف اهميه السيفتي، اللي هي السيفتي اندكشن اللي هو في الاول خالص. سوليوشن اوف فيلد بروبلمز، دي اول باول فيلد بروبلمز زي ما اتكلمنا. الفيلد بروبلمز دي تنزل قاعد في الموقع ما بيجيش للكونستراكشن مانجر يقول له ده انا عندي مشكله على الحقني، لا يقول له انا عندي شغله فلانيه ويبقى حلها بكذا او بكذا او بكذا او بكذا، انت رايك ايه؟ ما يجيش واحد يعرض مشكله انا بقى وانا ماما بقى وانا انور ورد وانا هحل له، لا. اللي دي 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 جمال الاداره. يعني انت وانت مدير مشروع عندك مشكله حصلت عندك في الموقع مع استشاري بقى مع اي طمع لها خاص، عايز اعمل ريبورت لمشكله معينه، اما ابعت المشكله دي لازم اعملها اناليسيس في حاجه اسمها بروبلم تكنيكس، معرفش ما اتكلمناش عليها برضه لسه، ان شاء الله باذن الله ربنا ادانا عمر واحيانا هنتكلم عليها. ازاي تحل مشكله؟ ازاي تفكر في مشكله؟ وازاي تعمل تحليلها؟ وازاي تعمل لها بريك داون؟ وازاي تحل حاجه تقدم حاجه وما لكش لازمه، بس تقدم حاجه وتقول والله انا عندي الحل الفلاني والحل الفلاني والحل الفلاني والحل الفلاني، ايه رايك يا فندم؟ كده خلاص. طيب مانج السوبرفايز كواليتي اشورنس بروجرام، ما فيش حاجه اسمها كواليتي او كواليتي بلان او كواليتي، يعني هو مشوار بتوزع شهادات ومتوزع على حمام، لا ده سيستم، ده نظامك اللي انت بتشتغل بيه بروسيس، بتعمل ايه ثم ده النظام اللي عندك الثيرد بارتي اللي كانت تعطي لك الشهاده، كيف بقى اي شركه اي شركه عطت لك الشهاده بتقول ان النظام اللي موجود هنا واللي احنا بنعمله هنا بيضمن لنا ان البرودكت هيطلع كويس. كوندكت فاينل بانش ليست انسبكشن، في الاخر واحنا بنسلم البرودكت بتاعنا اهو، بتعمل فاينل بانش ليست انسبكشن اللي هي ايه بقى؟ انت بتنزل الموقع خلاص الاستشاري احنا عايزين ايه باش الناس كلها في البلد، بيبقى المالك موجود، بيبقى الاستشاري موجود، بيبقى المقاول موجود، خلاص تنزل تعمل ايه البانش ليست انسبكشن، تنزل موقع موقع بتعمل بقى ايه كل اوضه فيها كذا او كل مكان فيه كذا، وانت بتكتب الايه البانش ليست بتاع اسمها البانش ليست. البانش ليست ده بنعملها بنوقع عليها كلنا المقاول والاستشاري والمالك، بنيجي مثلا مهله مثلا على خلاص بنعمل ايه؟ نوتس سبستانشال كومبليشن، بتحضر النوتس للايه؟ للفاينل كومبليشن اللي هو ان احنا خلصنا تمام؟ خلصنا بقى ولا لسه؟ طيب نتكلم على كواليتي اشورنس كواليتي كنترول، دي سبع نقطة. ديفلوب كيو اي اند كيو سي سيستمز، احنا اتكلمنا على الكواليتي اشورنس كويس، اتكلمنا على الـ على الـ على الـ عايزه بس في حاجة أخرى بس إن أنا يعني إيه أعمل لكم الكواليتي مانيوال يحلم لك كل حاجة وهيبين لك التطبيق بقى بتاع الكلام ده كله في إيه؟ في المانيوال. سوبرفايز ماتيريالز تيستنج، لازم في ماتيريال تدخل السايت لازم ايه تشوفه، رمل جاي لك شكله ايه، زلط جاي لك شكله ايه، طوب جاي لك شكله ايه، لازم تتعمل ما تشتغلش بيه الا اذا كان معمول له تيست. سامبلينج اند اون سايت تيستنج، بتعمل سامبلينج يعني لو انت عندك مثلا مورد مواد مثلا ايه للكومباكشن لازم تعمل سامبلينج لها، انك تاخد ازاي تاخد تعمل العينات بتاعتها عشان توديها معمل عشان نقول لك ان الايه الكاركترستكس بتاعت الحاجه دي كويسه، مش جايب حاجه مثلا مليانه طين ولا مليانه كيميكالز ولا مليانه صولف ولا مليانه اي حاجه. خلاص والاون سايت تيستنج زي ما بعمل مثلا سان كون، زي ما انا بعمل اللوت بليت تيست، لو بعمل اي نوع من انواع التيست اون سايت اي حاجه يعني. طيب ريفيو اوف تيست ريبورت داتا، لازم اراجع ايه نتائج الداتا. New request for material substitution، انا عندي material substitution، لو انا مثلا عندي مثلا شغل في حته مثلا طوب اسمنتي، لا ده انا احمر او طوب مثلا مصمت اسمنتي برضه، يبقى ايه الريفيو ريكويست فور ماتيريال سبستيوشن،
اللي هو لو انا بعمل ماتيريال بدل ماتيريال او الى اخره في حتت معينه مثلا، قلت بلاش بقى اعمل مثلا جيبسون انسبكشن ماتيريال ديليفر تو ذا سايت انسبكشن لكل الماتيريالز تدخل في السايت. انت الكواليتي كنترول بيبتدي او الماتيريال بتدخل لغايه بتعمل عليها بتكشف عليها، وبعدين بخش عليها بقى ايه الاوبريشن بقى اللي هيحصل عليها. تاخد مثلا زمان كنا بنهز الزلط مثلا اعرف بنفز ازاي، او بنعمل اي او عمليات على الماتيريال، وبعدين بتدخل مثلا تتعمل في اي حاجه. فاحنا بنتابع الخطوات بتاعت الايه بتاعت الماتيريال، بنبني مثلا بنبل حاجه نعمل حاجه وهكذا. فاحنا بن ايه بالماتيريال ده لو حصل ان اي ماتيريال اترفضت بتتحط في مكان معين، بتعمل لها ليبل كبير ان ايه this material is not for use till having the final test results. خلاص الكواليتي اشن كواليتي كنترول ميك بلانت انسبكشنز اوف اوف سايت فابريكيتد ماتيريال. لو انا مثلا اقرب مثلا لينا الخرسانه الجاهزه، لازم انا كاستشاري لو انا في موقع عند استشاري وعند مقاول بيجيب لي خرسانه من بره، لازم يبقى انا عندي انا كاستشاري عندي ايه عندي سوبرفايزرز او مهندسين او الى اخره، لازم يعملوا انسبكشن للاوف سايت فابريكيت ماتيريالز. لو انا مثلا في الـ في الـ في الام اي بي عندي مثلا ناس بتعمل الدكتس مثلا بره وتدخل توديها على على السايت، لازم اودي ناس الناس بتعمل مثلا بلاط بره مثلا صنع بلاط معينه، لازم تروح برضه بدي الايه بلانت انسبكشن اوف اوف سايت فابريكيت ماتيريالز. تصنع بره السايت لازم ايه يودي ناس تبص عليها، لو ورشه المونيوم برضو تبص عليها، ورشه نجاره وهكذا. لازم يبقى في ايه بلانت انسبكشن اوف سايت فابريكيت ماتيريال. الرسومات او المساقط الافقيه والمواصفات سليمه. Assure protection of materials stored at site. أنا في الموقع دي كل دي الإيه النقط أو الـ quality assurance quality control points. عندنا إيه protection of materials stored at site. يعني أنا عندي material مثلا قبل الحريق chemicals، لازم أعمل حسابي كويس أنا في حتة ما فيهاش حرارة، أعمل لها تكييف بقى وأحطها بشكل أو بآخر، خلاص وأبعد انا اي مصدر او اي حاجه. طيب انا من لها مده معينه، في بويات مثلا الاستخدام مثلا مده 6 شهور مثلا، ما سيبهاش واجي مش خامس في نصه وده انا هشغلها، لا انا كاستشاري اقول له لا انت دي كان لازم تمشي تشتغل من بدري وانت اللي غلطان. خلاص ريجكت فولتي ماتيريالز اند ورك مان شيب، برفض وبرفض ب ب ب ب يعني جيش. انا بتكلم معلش عن ايه؟ كواليتي اشورنس كواليتي كنترول. انا ككواليتي اشورنس بتاعي بتاع نفسي وكواليتي كنترول بتاعي هو اللي بيعمل الكلام ده لي عشان يقول لي ده انت دي صح، او عشان يقول لي الماتيريال بتاعتك دي باظت، او عشان يقول لي الاعمال بتاعتك دي بايظه. لا انا ككيو اتش سي انا لازم هذا الكلام انا اللي اعمله ككيو اتش سي. وحد يعتقد ان انا بحكم ولا انا اللي بفهم ولا انا بعمل، لا انا بقول لكم بس على ايه تجارب في الحياه. انسان عادي جدا زي حالاتي عملها، وان شاء الله انتوا تعملوا احسن منها كمان. في مشروع كبير من المشروعات كان اللي بيدير شركه امريكان كبيره جدا، والاستشاري كان قوي جدا وكان قوي جدا، كان مفضل لان كنت ماسك الاريا مانجر، الاريا تكنيكال مانجر. احد الحاجات من عندي كان نروح نشتغل نقول لهم ايه؟ لهم ما عرفش الارض شفه؟ يقولوا له اه. وقع عليها؟ اه. روحوا اشتغلوا. فانت الكيو اتش سي مش تضيع وقت، لا بالعكس بنحفظ وقت. لو انت عندك كيو اتش سي في اللي بيشتغل بما يرضي الله في الموقع
بيوفر لك وقت كتير جدا، وبيوفر لك خامات كتيره جدا، وبيوفر لك حاجات كتيره جدا جدا جدا، وبتكسب ثقه الاستشاري، وبتكسب ثقه المالك، وبتيجي في الاخر تلاقي انك الاوبريشن بتاعك ماشي بسرعه وبجمال وبسلاسه لا حدود لها. بس نخلينا امنا ونخلينا ونشيل من اوعى حد يحط في دماغه ان المقاولات سرقه. المقاولات اللي لسه حاطط دماغه ان المقاولات سرقه، الكلام ده كان بيتقال زمان ايام ما كان اللي شغالين في المقاولات، مش بتكلم على اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، في ناس كتير قوي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا عندهم شركات المقاولات دكاتره مهندسين فيها، واعلى مستوى. انا مش بتكلم عن القرايه والكتابه، انا بتكلم على امانه. احنا شباب صغيرين اللي كان عند صاحب الشركه يبص كده على العماره يقول لهم هدوها، هدوا العماره كلها من اخرها، ده مش شغلي. بص بقول لكم يا عزيزي، لا هو مكلف ولا هو مؤذي ولا هو ضار بالمشروع، بالعكس يعملوا صح قبل ما يرضي الله، هتلاقي الثقه فيك عاليه، هتلاقي شغلك ماشي سموس، هتلاقي كل الناس بيبقى ناس بيراعوك انت ككرييت سي اون سايت اي حد تاني، وما بتعدي عليهم بيصلحوا وقتك في اي وقت، ما حدش بيعمل غلط في الحلقات بتاعتك. لو انت قلت كواليتي ده ايه، ده ورق احنا بنكمله، ورق بنلم ورق بنعمله، لا اهتم بيه واعمله. انا بقول لك هذا الكلام لله وللتاريخ ولابنائي اللي ان شاء الله باذن الله تعالى في اقل من 6 اشهر ال 27 واحد اللي قاعدين هنا هلاقيهم 27 شركه انترناشونال وكلهم بيقولوا مشروعات كبيره باذن الله تعالى. Provide specially inspections as required. ساعات بتبقى محتاج special inspection. معنى ايه؟ خرسانة عادة برضه دي حاجة من يعني من أسرار الشغل شوية، مش أنا بتكلم عن الخرسانات لأن هي أقرب حاجة وغالبيته هتشوفوه يعني. أنا بصب حتة خرسانة أو الشغل الحقيقي اللي اتعلمناه بقى بينا على كان يقول لك ايه زي زمان زي ما دلوقتي، كان لازم ايه ادت تك 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 انك بتطرق على العوارض او التقويات بتاعت العمود او بتاعت الحيطه المسلحه، تطرق عليها تصب خلاص تطرق عليها، تقول تحصل ايه؟ اللباني بيطلع لبره بيقوي لك الوش، بيخلي الوش بريسمس، وانت تاخد خلصانه فعلا زي الرخام. خلاص؟ ناس كتير بتكسل هذا الكلام، وناس كتير للاسف ما تعرفوش، وناس عارفاه وما بتطبقوش بتكسل ان هي تدي الكلام بتاعها. فانت provide specially inspections as required. فانت اعمل special inspections. انت لما هتعمل كده وتلاحظ وتدي للناس بتوعك انت كيو اي كيو سي، الناس اللي معاك دول انت مش عدوهم، بس انت بتراعي ربنا ان المنتج بتاعك يطلع على اعلى وعلى احسن ما يكون. Confirm conformance of material delivered specification quality. اكد ان الماتيريال اللي واصله في السيت المواد اللي جايه السايت، اي حد يشوفها استشاري ولا اي حاجه، انت تاكد من المواصفات بتاعتها والاشتراطات بتاعتها، وما تسمحش لحد يدخل خامه ولا مواصفه اقل من المواصفات ولا يعني اقل من المطلوب اون سايت كيو اي كيو سي. انا بشكرك جدا 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 جدا، وانا اسف اذا كنت يعني مش طولت يعني، انتوا شباب ما شاء الله عليكم يعني دلوقتي 17 وربع، بقى لنا قد ايه دلوقتي؟ بقى لنا يا خبر ابيض احنا 3 ساعات الا شويه، معلش. المهم الحمد لله استحملتوني، انا كنت متوقع ان اللقاء ده ما ياخدش اكتر من ساعتين، لكن ربنا سبحانه وتعالى
يسر، وفكرتونا بأيام جميلة، وفكرتونا بتاريخ حلو، ويا رب تكونوا استفدتوا، ويا رب يكون رسالتي وصلت. إن بسأل الله سبحانه وتعالى إن الناس اللي حاضرين معانا نلاقيهم مش منافسين، لأ، إن كل الناس اللي بيعرفوا عربي واللي ما بيعرفوش عربي يبص لهم بإعجاب في خلال ال6 شهور اللي جايين، ويقولوا زي ما دايما بيقولوا، زي ما كان بيقولوا في الخليج، المصري أو العربي من أحسن المهندسين ومن أحسن المهندسين المصريين في العالم كله. وكلام ده أنا سمعته بودني من ناس مش لهم عرب، ولهم مسلمين، ولهم يعني أنا الدين طبعا ده واحد بالنسبة لي، يعني مفيش مشكلة. يعني إن إحنا ككاركترستكس لما بيبقى المهندس أو المدير حابب شغله ومهتم بيه وبيراعي ربنا وبيطبق كل اللي اتعلمه، ما بيبقاش في زيه حد في الدنيا. بشكركم جميعا. و